مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في لقائنا الإسبوعي المتجدد مع حضراتكم من خلال برنامجكم أطياف. يعتقد البعض أن الذهاب إلى وطن جديد، وخصوصا إذا كان بعد التخرج من الجامعة والعمل لسنوات طويلة، هو خسارة كبيرة، خسارة لمجهود قد بذلوه في أوطانهم الأم والخبرات التي كونوها والصداقات التي لديها، كان العلمية أو المهنية التي حصلوا عليها. فهل هذا صحيح فعلا؟ وإذا قدم المهاجر إلى وطن جديد، هل عليه أن يبكي على اللبن المسكوب ويقول يا ليتني يا ليتني؟ أم أن الأمر على العكس من ذلك تماما، حيث قد يعتبر القدوم إلى وطن جديد بداية جديدة لاكتساب المزيد من الخبرات، وأيضا لزيادة الخبرات الموجودة. ما هي كيفية التواصل مع المجتمع الجديد؟ كيف يمكن أن نتفاعل وأن نتناغم معه؟ للحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل، يسعدني جدا أن تكون ضيفتي في الاستوديو الكاتبة لينا الهبابي. أهلا وسهلا بك. أهلا فيك أستاذ محمد، شكرا كثير، شرفتينا. شكرا، شكرا كثير على المقدمة الجميلة، وطبعا شكرا لإذاعة راديو العرب لهالاستضافة واللفتة الحلوة، يعني انكم استضفتوني في هذا البرنامج، شكرا كثير. شرفتينا اكيد، يعني نستفيد جميعا من خبراتك في هذا المجال ان شاء الله. يعني بداية، لو ممكن ان نطلع على من هي لينا الهبابي. لينا الهبابي أردنية، مواليد الأردن. طبعا عشت وتعلمت وخلصت تعليم الجامعي. يعني لو طلبت ممكن ان تقتربي قليلا من الميكروفون. أردنية، عشت وتعلمت وحصلت على شهادتي الجامعية بالأردن، واشتغلت وتزوجت وأنجبت كله بالأردن طبعا. فالأردن هي يعني أمي، وبداية كل شيء بالحياة، يعني الوطن الأم، الوطن الأم، وما أنا عليه الآن طبعا. يعني أنا بعدين انتقلت إلى الكويت، عشت بالكويت كمان 4 سنوات، كانت خبرة جميلة وحياة رائعة طبعا. جميل. بعدين قررنا، يعني كان في نية إنه نهاجر لكندا، وهاجرنا لكندا من شهر 8، يعني كنا موجودين ب 2003 تحديدا، يعني بأواخر شهر 8 عام 2013. تمام. وأنا موجود الآن بكندا وعيش بكندا، وسعيدة جدا ومتفائلة جدا جدا. هذه بداية رائعة، هذه بداية رائعة جدا باختصار يعني، وبداية يعني تبعث على الأمل والتفاؤل للجميع. الحمد لله. طيب، يعني البداية في الأردن، ثم مررنا بالكويت. نعم. وأخيرا وليس آخرا، أخيرا طبعا، كندا. أكيد. كيف كانت حياتك في الأردن؟ يعني هل حققت أشياء معينة في الأردن؟ لو ممكن أن تطلعينا على بعضها. الأردن يعني كانت بالنسبة إلي حياة حلوة، مع أهلي، مع أحبابي، بوطني، مرتاحة، المكان اللي أنا مرتاحة فيه، المكان اللي أنا بعيش فيه وأنا مبسوطة، ومسؤوليات يعني أتشارك فيها مع أهلي، مش أنا مسؤولة عن كل شيء. أهلي زي ما بقولوا معي من صغري، أبوي، أمي، إخواني، إخواتي، أصدقائي، يعني في عالم عندي، عالم. هناك السند، يعني السند الاجتماعي، يعني والسند السيكولوجي حتى، يعني بالضبط. حياة يعني روتينية طبيعية زي أي فيها. خلصت دراستي الثانوية، كملت التربية الرياضية بجامعة اليرموك، بعدين اشتغلت كمعلمة رياضة،
طبعا تخصصي كان تربية رياضية. تمام. يعني فاشتغلت كمعلمة رياضة، أحببت يعني أنا دخلت الرياضة لأني بحبها. تمام. فمعلمة كنت في مدارس، بعدين بحب أنا كرة السلة، دربت كرة السلة مع الاتحاد الأردني مع صغار كرة السلة، كان في برنامج عندهم أو مشروع تدريب صغار كرة السلة، وازدادت نشاطاتي، وبعدين تم تعييني في منصب عضو مجلس إدارة في الاتحاد الأردني لرياضة المبارزة. ويعني كانت يعني الأردن، يعني شو بدي أحكي لك عنها، زيك أنك تحكي لي أحكي عن نفسك. يعني في الأردن كل الأشياء، مذاقات الأشياء الجديدة، أول التجارب، أول كل شيء جميل كان بالأردن. كل البدايات وكل النجاحات الأولى، والجو العائلي، والجو يعني الأصدقاء والمعارف، يعني الجذور، نستطيع أن نقول الجذور كلها موجودة في الأردن. نعم. طيب، يعني بعد الأردن جاءت مرحلة جديدة وهي الذهاب إلى دولة الكويت. نعم. كيف استقبلت هذه الفكرة؟ يعني أنت تقول وأنت حققت نجاحا يعني في فترة قصيرة جدا في الأردن، وأصبحت عضوة في يعني في اتحاد للمبارزة، ويعني أصبحت لك بروز في الحياة العامة في الأردن. نعم. وأنت في سن صغيرة، يعني في بدايات حياتك. صحيح. وهو لا يتحقق لكل هذا الأمر، فكيف كان يعني رد ما أتت فكرة الانتقال إلى دولة جديدة وإلى مكان جديد، بعيدا عن الأهل، بعيدا عن الأصدقاء، وأن تتركي هذه النجاحات التي كانت في البداية يعني وبدأت تتفتح، هذه البراعم النجاحات بدأت تتفتح، أتى الوقت اللي أنت تتركي، كيف كان شعورك؟ يعني مش سهل بصراحة، يعني أنك أنت زي ما بيقولوا تغادر حضن أمك، هذا شيء صعب جدا، أنك تبدأ بحياة جديدة من الصفر. لا، ما كان سهل أبدا، والقرار كان صعب. لكن أول ما أنا بحكي عن تجربتي، أول ما الواحد بيفكر بأولاده، يعني أول شرط هل أولادي رح يكونوا مستقرين هناك، يعني هل يعني كمدارس، كحياة، كأجواء. فأنا الحمد لله يعني كان عندي يعني نظرة إنه لا، شيء رح يكون إن شاء الله، حيكون شيء يعني بداية جديدة وانطلاقة جديدة من الكويت إن شاء الله. تمام. كان إنه كل إنسان عنده شيء بداخله، أو في عنده بذرة عطاء ممكن إنها تنبت في أي، هذا كان يعني إيماني. وحلو كمان، وشيء يعني من المهم إنه الأولاد يتعلموا على الاندماج في أي بيئة، في أي مكان، يعني هذا بيعلمهم، وكان إن هم كانوا صغار وكان أسهل، يعني الانتقال أسهل. وما ننسى كمان يعني دولة الكويت هي بلد عربي، عادات وتقاليد واحدة، الأجواء يعني متشابهة، يعني ما في شيء، يعني مش هالمخاوف الكبيرة. لكن أنا كان عندك أنت زي ما قلت حضرتك إنه الواحد يترك أهله وأصحابه والجو أو الإطار المريح لإله. روتين. يعني أنا مثلا بدي شيء لأولادي، خلاص هي أهلي موجودين، أمي موجودة، هو ما يطلق عليه الكمفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة أنه أستطيع أن أفعل كل شيء تقريبا وأنا مغمض العينين، يعني أنا أعرف مكان كل شيء، بمن أتصل، بمن هناك، يعني العشرات الذين ممكن أن يقدموا لي العون والمساعدة، ظهري يعني وطن، من شعب، تماما أهلي، يعني ناسي، في أصدقاء، في كل ما يحيطك هما ناسك وأهلك وأصحابك، فأنت محاط، أنت محمي. فلا، لما رحت على الكويت يعني الحمد لله كانت يعني خطوة جدا ناجحة وخطوة رائعة. طيب، يعني لو يعني توقفنا قليلا عند هذه النقطة، طبعا دولة الكويت هي دولة عربية ليست بعيدة كل البعد عن الأردن أبدا، يعني. ولكن بدون شك هناك اختلاف، هناك بعض الاختلافات في العادات، في التقاليد، بسيطة يعني. يعني في نهاية الأمر أنت لست مواطنة كويتية، يعني يعني لا يمكن أن هناك اتفاق في اللغة، في كثير من العادات من التقاليد، ولكن ليس كمن يعيش في وطنه الأم، يعني شيء أكيد، يعني ليس كمن يكون مواطنا في وطنه الأم، يعني هناك أكيد اختلاف في هذا الأمر. وأيضا اتحاد المبارزة لم ينتقل من الأردن إلى الكويت. صحيح. فريق كرة السلة لم ينتقل من الأردن إلى الكويت، ولا مدرستي ولا أصحابي ولا أهلي ولا ناسي. تماما. يعني هذه النجاحات لن تستطيع
أن تأخذيها من الأردن إلى الكويت. صحيح. فبالتالي هذه الأشياء لم تعد موجودة الآن. نعم. هل وضعتي لنفسك خطة معينة في الكويت عندما وصلتي أنه لابد أن يعني أن أستمر في نفس المجال أم أن أبحث عن مجال جديد؟ صح، يعني سؤالك حلو كتير. صراحة أول ما وصلت الكويت كان همي ويعني أنا أو زوجي هو الاستقرار. الاستقرار بمعنى بيت جيد، مدرسة جيدة للأولاد، يعني من يعني زي أي أب وأم بيسعوا إنه يجدوا حياة مستقرة لهم لأولادهم، والحمد لله تحققت. تمام. بعدين أنا بصراحة يعني كنت يعني كان عندي شغف بالكتابة، بس ما كان ما كنت أمارسه أو موجود أو بنحكي شاف النور بالأردن. تمام. ما كنتش يعني حتى يعني كنت أحاول بس أشياء يعني زي ما بيحكوا مخبية بالجوارير أكتب وخلاص. تمام. يعني فقلت ليش ما تكون إني أجرب بالكويت هيك تجربة، خاصة إني لم يعني ما اشتغلت أو ما حاولتش إني أشتغل رياضة أو أستمر في هذا الشيء، كنت حابة أغير مجال. فجربت إني أكتب وكتبت. تمام. يعني فتحت لي مجالات كتير. طيب ده شيء جميل جدا، لأنه يعني سؤالين هنا وهو أمر يتعرض له الكثير من المهاجرين الجدد. يعني في بعض المهاجرين الجدد بيقول لأ أنا مثلا عملت محاسب فيجب أن أظل أعمل في مجال المحاسبة، أنا عملت مهندس يجب أن أظل في مجال الهندسة إلى آخره من هذه المجالات. صحيح. ويعني أنا لي أن أضيع هذه الخلفية وهذه الخبرة و و و و ف يعني فكرة أساسية وهي في كندا هم مهاجر، هي فكرة الانتقال إلى المجالات الموازية. نعم. التي يطلق عليها lateral careers أو المجالات الموازية، بحيث أنني يعني أنا ممكن أن أكون محاسبا، ولكن المحاسب يتعامل مع نواحي كثيرة جدا خاصة بالمال. هذه النواحي ممكن أن تفيده في أن يعمل في مجال الإدارة، في مجال البنوك، في مجال التمويل. لا، هو يتوقف، لا، لابد أن أصبح محاسبا كما كنت. نعم. فأنت هنا يعني أنت هنا فكرتي خارج الصندوق، وهو الشيء المطلوب دائما سهل يعني لأي مهاجر. يعني فهل فكرتي أولا في مجال الرياضة في الكويت، وعندما مثلا لاحظت أن هذا المجال غير متاح فكرتي في الكتابة، أم فكرتي في الكتابة من تلقاء؟ يعني كان عشان أكون صادقة أني حاولت جديا، يعني حاولت يمكن مرة مرتين أني أدخل مجال الرياضة أو أشتغل، بس شفت أنه ما أعتقد أني راح أكمل هنا في مجالي. تمام. فلازم أنا أبحث عن شيء أنا أحبه، فصرت أكتب والحمد لله توفقت، فصرت أكتب زي نثر، خواطر، قصص قصيرة، مقالات متنوعة في جريدة الراي الكويتية والقبس، ومشاركة كانت بسيطة مع السياسة. فمن هنا يعني أنا كنت سعيدة، يعني أكيد كل إنسان بيسمعني هلا وكل مستمع أكيد عارف شو أنا بحكي، كل واحد عنده شغف بشيء بحبه يعني فاهم أنا بالضبط شو بحكي، كانت سعادتي يعني شيء يوصف. وبعدين صرت أفكر بشيء تاني أنا شو بحب كمان، يعني ده جميل جدا. يعني هنا أنت حاولت أن تطرقي الباب المعتاد وهو باب الرياضة، ولكن عندما لم تجدي هذا الباب مفتوحا لم تقفي ويتبكي على اللبن المسكوب والماضي وأنا ضيعت عمري، لا 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 لا. يعني الفكرة أن كل إنسان بلا استثناء عنده أكثر من قدرة. طبعا. يعني لا يوجد إنسان على وجه الأرض هو أحادي القدرة فقط. مستحيل. هو يعتقد ذلك خطأ. ولا يوجد إنسان عديم الموهبة، هو طبعاً. كل إنسان عنده قد لم يكتشفها بعد. بالضبط. فما يعني أنا مثلا زي ما قلت أنا الظروف حطتني، يعني أنا إن وجدت في ظرف إني لازم أكتشف ذاتي، يعني تمام. يعني متفرغة تماما إني أعرف أنا وين نقاط قوتي وأركز عليها. تمام. فعشان هيك بدأت موضوع قراءة القصة ونادي لينا للقراءة في الكويت. جميل. وبدأ كمشروع صغير إلي خاص، ومن ثم انتقل لمشروع بالتعاون مع المجلس الوطني الثقافي الكويتي. جميل. كان يعني هو مشروع كان كل سبت في مركز عبد العزيز، وعملنا يعني وشاركت في مهرجان الطفل العربي. وعند هاي النقطة تحديدا، تمام، عند هذا الإنجاز زي ما حكينا لازم ننتقل إلى كندا في هذه في هذا جميل.
العطاء زي ما بيقولوا. جميل جميل. كان لازم ننتقل على كندا. طيب يعني هنا هنا سيأتي السؤال الملح والهام جدا. هو هل تعتقد أنك لو كنت بقيتي في الأردن هل كنت ستفكرين أبدا في يعني وأنت ناجحة في مجال الرياضة وفي اتحاد المبارزة، هل تعتقد أنك كنت ستتوقفي أحيانا عند الكتابة أم كان هذا التيار سيأخذك بعيدا؟ يعني مش عارفة شو أحكي لك، بس الإنسان زي ما حكيت يعني أنا إذا اندمجت بهذا التيار رح أكمل فيه، رح يكون جواتي محبة للكتابة ومحبة، بس الحالة الإبداعية اللي مريت فيها بالكويت لا أظن إنه رح تمر بالأردن لسبب. شوف أستاذ محمد، الاشتياق مرض وأنا بسميه مرض خطير، فأنت حتى تعالج نفسك من الاشتياق دائما في يعني أشياء أو آلام أو مشاعر بتولد عندك حالة إبداعية. يعني أنا ما بدي أحكي عن حالي، يعني هذا يعني مش حلو الواحد يحكي عن حاله كتير أو مبدع أو كذا، لكن أنا بنظري اللي أنا كتبته بحالة أو ما إنسانية أو بمشاعر أو ما في هذيك اللحظة هو كان حالة إبداعية أنا بنظري، وهاي الحالة الإبداعية ما كانت رح تكون بالأردن، لأنه الأردن حياة يعني حياتي سهلة مع الأهل مع الأصدقاء، حياة سلسة، حياة أقرب للروتينية، الكومفورت زون، يعني كل هاي الأشياء. تمام. فما في شيء بدفعك إنك أنت تبحث عن داخل. يعني هل يمكن أن نقول فعلا إنه يعني الانتقال إلى مكان جديد هو ولادة جديدة؟ 100% ولادة جديدة، إنسان جديد بيولد داخل كل واحد منا. هناك آلام الحمل، آلام المخاض هي البدايات بالزبط. تحدث، ولكن النهاية دائما سعيدة إن شاء الله، سعيدة مخلوق جديد، يعني شيء جديد، شيء رائع. نعم. فأنت يعني حصل حالة ميلاد لموهبة جديدة. ما كنت أنا يعني زي ما حكيت يمكن ما كنتش يعني أنا عرفتها بس مش ماشية فيها، كانت على استحياء، كانت على استحياء يعني شيء مكتوب لنفسي بفرغ بضب، بس أنا قلت لازم ترى النور. يعني بدون شك يعني خرجت من حالة الكمون هذه، والفضل هنا الانتقال إلى الوطن الجديد أو الميلاد الجديد. يعني كمان أنا لازم أحكي شيء، يعني الواحد لازم يحكي الشيء الجميل في الكويت، هي بيئة خصبة للإبداع من القدم، يعني هي من زمان، يعني هي ثقافة بدون شك. طبعا دولة الكويت هي دولة رائدة في مجال الكتابة والصحافة والفن، التمثيل والغناء والكتابة، ويعني عندنا مثلا العربي، عندنا ايضا يعني المختار في ذلك، الصحف متنوعة طبعا، عندنا مسرح الكويتي طبعا، يعني عندنا أعلام في المسرح الكويتي والتمثيل الكويتي، عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد. نعم. وغيره، مطربين عبد الله رويشد بدون شك، وقبل ذلك يعني من الأجيال السابقة. نعم. من المغنيين الكبار، يعني الكويت كانت دائما رائدة ومنصة انطلاق للفن والإبداع بدون شك. ولكن على ذكر الكويت تحديدا، يعني أنت كان لك شيء سباق أو كان يثير الاستغراب عند البعض، أنت أردنية ولكن كنت يعني تحكين أو مهتمة بالتراث الكويتي. نعم. وهذا أثار يعني جدل عند البعض، و يعني البعض الآخر رأى أنه يعني ما الهدف من هذا الأمر، يعني ما الذي يدفعها إلى الاهتمام بالتراث الكويتي، يعني لماذا لا تركز على الأردن؟ صحيح، أنا تلقيت دعوة من متحف العثمان، متحف تراثي، متحف جميل جدا، تلقيت لرواية قصة كويتية باللهجة الكويتية. طبعا أنا يعني هلعت، يعني صابني هلع، كيف أنا لا أتحدث، يعني ما بعرف أحكي كويتي. فأنا الحمد لله يعني حظيت بصداقة جميلة من صديقاتي الكويتيات، يعني رعوني جدا وتدربت معهم على اللهجة، وتأكدوا أني يعني أتقن على الأقل القصة اللي راح أقرأها، عرفت؟ ممتاز ممتاز. فقرأتها وكان الحضور يعني
مذهل بصراحة. يعني أنا هلأ مشاعري هناك في هذيك اللحظات، كان لحظات جميلة، وكان كانت ردود الفعل على الأقل اللي حضروا كانت رائعة، والناس اللي يعني بتحب التنوع. بس في كل مكان لازم في فئات، يعني لازم في ناس يعني ترمي تعليق سلبي أو بتظن بدون شك في كل مكان، لكن يعني حتى في الوطن الأم، يعني هل لو بقيتي في الأردن أو أي شخص بقي في وطن الأم معرض للانتقاد السلبي والإيجابي أكيد، فهذا شيء طبيعي. ولكن يعني فكرة أنك تندمجي مع المجتمع الكويتي من حيث الثقافة والتقاليد واللغة أيضا، أو نقول لهجة، يعني أنا لغة عربية في النهاية، ولكن اختلاف اللهجة، اختلاف اللهجة واختلاف المصطلحات ومخارج الألفاظ والتأنيث والتذكير إلى آخره مختلفة عن اللهجة الأردنية. فيعني هل تعتقدي أنه يعني هذا الأمر متاح للجميع، أم أنه متاح فقط لمن يريد ذلك حقا؟ لا شك في من يريد، في من يسعى، السعي وراء السعي مهم، والإيمان إنه أنت تآمن باللي بتعمله، الشغف اللي عندك، إذا أنت عندك شغف بأي شيء رح يوصل للي قدامك، رح يعرف إنه هذا يحب ما يعمل، هذا لازم يكون مكانه الصحيح هنا. عرفت علي كيف؟ تمام. فأنت بإيمانك بتقنع الناس بعملك ببساطة. يعني عارفة المشكلة إنه قد يقول قائل، وهذه يعني معضلة كبيرة، فكرة الجذور والوطن الأم والشخصية الأم مقارنة بالشخصية الجديدة. بعض الناس يعتبر أنه كلما اندمجتي في المجتمع الجديد تعتبر هذه نوعا من أنواع الخيانة، الخيانة التي لا تغتفر لحضرتك الأم أو حضرتك الأساس. يعني للأسف هذا الفكر موجود، أو طمس هويتك أو اضطراب هوية تماما. فقد يسأل سائل، لماذا تتحدثين باللهجة الكويتية؟ أنت أردنية، تحدثي معهم باللهجة الأردنية، لماذا يعني عليك أن تقلبي لسانك وتتحدثي باللهجة الكويتية؟ هل هو نوع من المجاملة، من المداهنة للكويتيين؟ أم يعني للأسف قد يبدو هذا الكلام سخيفا، ولكن البعض يرى كذلك. موجود، لكن أنا ما استخدمته بحياتي العادية. يعني اللهجة الكويتية استخدمتها في قراءة قصة تراثية، تمام، ولم أتخلى لا عن لغتي ولا عن هويتي الأردنية اللي أنا بعتز وبفتخر دائما أني أنا أصلي أردني، جذوري تمام. أردنية، أمي أبوي أردني، يعني لا أنتزع من هويتي الأصلية، على العكس. فأنت لما تحاول تندمج في مجتمع جديد أنت بتضيف له شيء وهو يضيف لك شيء، بدون شك. في أخذ وعطاء، بدون شك. مثل هون عندنا بالكندا التنوع هو أصل قوة البلد، هو أصل جمالها، بدون أدنى شك. يعني أنت عندما تنتقلي إلى الجامعة أنت لن تقومي بنسيان ما درستي في المرحلة الثانوية، وإنما أضفتي له حسب طبعا، ولكن يعني أنا أحاول يعني أمشب، ولكن هي فكرة إضافة شيء أكيد. يعني أنت لم تفقدي الأردن، لم أفقد هويتي ولن أفقدها لآخر يوم بعمري، لن أفقد هويتي الأردنية، ولكن أضفتي إليها شيء جديد. أكيد أضفتي إليها شيء جديد، اطلاع آخر. يعني قبل ذلك كنت لا تعرفي سوى الأردن، الآن تعرفين الأردن والكويت. نعم، وهذا بدون شك في إثراء ويعطي بعضا أعمق نعم لشخصيتك ورؤيتك العامة. نعم أستاذ محمد، ما تنسى الكويت هي فيها تنوع جميل. يعني أنا طالع خلص تعودنا على بعض، إحنا عاداتنا واحدة، وما عندنا المالتي كولتشرز الموجود في الكويت. يعني أنت بتشوف الأردني، بتشوف الكويتي، بتشوف السوري، بتشوف اللبناني، بتشوف المصري، بتشوف الهندي، بتشوف الباكستاني، بتشوف يعني عالم، البولندي يعني عالم. فأنا لما كنت أجلس يعني نروح نشرب قهوة أنا وصديقاتي، ما كانوا بس أردنيين، كانوا كويتيين الأصل، كانوا سوريين، كانوا تمام. يعني أنت تشعر أنك في يعني مؤتمر، وأنا بعد نتبادل الآراء، نتبادل الخبرات في بلدنا، أليس هذا بشيء جميل؟ بشيء رائع طبعا، بدون شك. وفي إثراء كبير لك ولهم أيضا طبعا،
لأن كردون أو واحد يعني مثلا زميلة أو صديقة لك من سوريا، زميلة من مصر، من الكويت، من السودان، من كل واحدة لو كانت بقيت في وطنها الأم كانت ستطلع فقط وتعالج بثقافتها الأحادية يعني. أما أنت الآن تختلف الثقافات العربية، وليس العربية فقط ولكن من دول مختلفة يعني. من دول مختلفة أيضا. يعني أنا أعتبر نفسي محظوظة في هذا الشيء الحمد لله. بدون شك هي طبعا تجربة ثرية وهامة جدا. يعني ثم جاءت مرحلة كندا. قبل أن نتحدث عن مرحلة كندا دعونا نأخذ هذا الفاصل القصير. لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم بعد اللحظات. هيا إلى المنارب، هيا إلى الحياة. في حلقة اليوم ونعود مع حضراتكم مرة أخرى مع الكاتبة لينا الهبابة، واستمعنا خلال الفاصل لبرنامج المناهل، وهو برنامج يعني يذكر الكثيرين من المشاهدين بالطفولة، وكان له تأثير كبير على أجيال كثيرة. يعني هل تحبين أن تلقي الضوء على برنامج المناهل؟ يعني برنامج هذا برنامجي المفضل، وفعلا يعني عشان أحكي عن على الأقل أحكي عن جيلي. إحنا تعلمنا اللغة العربية الكثير من هذا البرنامج، وهو برنامج يعني ثقافي ترفيهي، يعني بيركز على اللغة ويعني على مخارج الحروف، يعني على العديد من ما يثري اللغة العربية. وأنا إله يعني هذا البرنامج لغاية اللحظة وللأبد إله معزة خاصة، يعني بذكرني بالأردن، بعم أخواتي، بأصدقائي، بأهلي. يعني شكرا، يعني حطيت هذا المقطع فاجأتني. لا يعني هو طبعا لا يعني لا شكر على واجبه، هو برنامج جدا جميل، برنامج يعني وهو موجود يعني بالنسبة للسادة المستمعين أن تتابعوا حلقات من هذا البرنامج على اليوتيوب إن أردتم. هو برنامج مفيد بكل معنى الكلمة. ولكن يعني قبل أن ننتقل للحديث عن وصولك إلى كندا، يعني يعتبر عودا على بدء في الحقيقة، وهي البدايات أيضا وبرنامج المناهل هذا، إلى أي مدى تؤثر الطفولة على مستقبل الإنسان؟ يعني هل تعتبري أن مثلا استماعك أو استمتاعك ببرنامج مثل المناهل هو ما أثر بداخلك يعني وأنبت برعم الكتابة بداخلك أو الأدب؟ يعني هو جزء من كل مخيلاتي وكل طفولتي، يعني هو جزء من تكوين ما أنا عليه الآن، من حب القصة، من يعني هو كان جزء من هاي الصورة. أكيد يعني أكيد فعلا يعني هو كان له دور، خاصة باللغة، يعني أثراني باللغة، أثراني، وكنت يعني أشاهده بكل محبة وبكل يعني شغف. تمام. فهو كثير أثر علي بطفولتي جدا، وكلامك صحيح، الطفولة جدا يعني بتأثر على الإنسان بشكل عام. كل خبرات الطفولة هو ما تشكل، يعني الطفولة ما تشكل الإنسان بعد يعني طول عمره، يعني ممكن بمرحلة المراهقة، مرحلة لما يصير راشد، ومرحلة لما يصير الأب، لما يشتغل. الطفولة جدا بتأثر فينا دائما بدون شك. يعني برنامج مثل المناهل، وأيضا برنامج مثلا افتح يا سمسم، هذه البرامج كان لها دور كبير جدا 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 في اللغة العربية، تأثير بدون شك على يعني اللغة طبعا عامل كبير جدا.
ويعني حتى استحسن المعاني العربية وحتى أن تكون قواعد النحو والصرف من الأذن. سمعي كان السماع تماما. يعني السماع كان واضح ونقي تماما. يعني لغة واضحة ونقية وأسلوب شيق يعني بطرح المواضيع. وهذه أثرت على أجيال وأجيال كثيرة. يعني للأسف في الوقت الحالي في الوطن العربي للأسف يعني. لا نجد تجارب مماثلة. يعني هناك محاولات هنا وهناك ولكن ليس بنفس البعد ونفس القدر ونفس الجودة تماما. يعني لا يوجد افتح حسين الآن في محاولات. أنا متابعة عشان أكون دقيقة معك. في محاولات من هنا وهناك لأشياء بهذا الشكل ولكن لم تحقق يعني هذا المردود وهذا العمق الكبير الذي حققه مثلا برنامج مثل افتح سمسم والمناهل إلى آخره من هذه البرامج. وكانت هناك برامج مشابهة في يعني مختلف أنحاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج في هذا الوقت. بعد ذلك لم تعد هناك الكثير من هذه البرامج. حتى الكرتون يعني كانت هناك مثلا أشياء مثل حكايات عالمية. عالمية نعم. مثلا هذا كان مؤثر بشكل كبير جدا. حكايات عالمية يعني أنت يعني فعلا معظم القيم والأخلاق وإحنا صغار غير أنه طبعا أهلينا تدخلوا بتربيتنا وما أثروا. لكن أنت كطفل لما تجلس لوحدك شو بتعمل طول الوقت؟ ممكن بس تحضر رسوم متحركة. فالبرامج كانت هادفة، كان لها رسالة. كان الشرير شيء بغيض، يعني الدور الشرير إنسان يعني الشرير منبوذ، والشخصية الخير تجسد في شخصية معينة ونحبها ونشجعها ونعرف الخير والشر، التصرف الصح والتصرف الخطأ. كان له دور كبير التلفاز والبرامج اللي كانت تعرض. يعني زي ما قلت أين نحن من ذلك؟ يعني للأسف لم يعد هذا موجودا الآن بنفس هذه يعني الجودة. الكيفية وهذه الجودة وهذا العمق لم يعد موجودا. لأنه مثلا حكايات عالمية كان يقدم حكاية من التراث الصيني، حكاية من التراث البلغاري، حكاية من التراث وهكذا وهكذا وهكذا. فيأخذك حول العالم كله. تخيل وأنت في هذا العمر تمر على حكايات عالمية بهذه شيء رائع جدا. وأشياء مثل جزيرة الكنز، مثل سندباد، مثل يعني بالنسبة لنا إحنا البنات سندباد طبعا سندباد أنا صوت محبة ينادي وأدعو لخير الكل بدون شك. يعني كل هذه الأشياء بقيت محفورة في ذاكرة الناس. النحلة زينة، كل هذه الأشياء أثرت بشدة في هذه تكوين شخصيتنا كأطفال. أما الموجود حاليا هي أغلبها كرتون يغلب عليه العنف الشديد الشديد والشخصية الشريرة هي الشخصية القوية والمحبدة. تماما. مع إني برجع بحكي لك أنا لا يعني غير متابعة، بس يعني هلا أولادي أكبر من يعني من عمر الكرتون، بس لما كنت أشاهد معهم كرتون في مرحلة من عمرهم ما كان يعجبني أبدا. بس يعني هو برام مثلا من أنه مغامرات سندباد مثلا جريندايزر وما شابه هي كرتون في الأصل هو باللغة اليابانية مترجم، شيء جميل ما في مشكلة. هي كانت عملية الدبلجة كانت حية جدا في ذلك الوقت. افتح يا سمسم أيضا كان بالتعاون الفني مع ورشة تلفزيون الأطفال في نيويورك أيضا. يعني هو نوع من النسخة النسخة العربية من شارع سمسم تماما. ولكن شارع 20 كان شارعا عربيا صرفا. ولكن يعني أنيس وبدر هو إرني وبرت، جربور وجروفر وإلى آخره. ولكن هناك إضفاء للسمت العربي أو الصفة العربية، ليس اللغة فقط ولكن الروح أيضا تختلف. باللباس كان التراث بدون شك، لباس التراث. ولكن يعني الكرتون الموجود حاليا السائد هو كرتون من إنتاج شركة تونامي، هي أيضا شركة يابانية. ولكن أغلبه كرتون منافسات وعنف وقتل وسفك. يعني للأسف لم يعد ينشر هذه القيم للأسف. طيب يعني إذا انتقلنا إلى كندا والمرحلة يعني التي نحن نعيش فيها الآن والتي نحن بصددها الآن أيضا، كيف كانت فكرة الانتقال إلى كندا أيضا؟ يعني كيف استقبلت هذا الأمر؟
يعني ربما يخطط الإنسان لشيء، ولكن عندما تأتي لحظة الحقيقة يختلف الأمر كثيرا. صحيح. يعني قد أتطلع وأقول متى أسافر، متى أذهب، أنا أود أن أذهب هناك، عندي أحلام عريضة، ولكن الأمر يختلف عند الواقع عندما تحين لحظة الرحيل فعلا. كيف كان وقع لحظة الرحيل عليك من الكويت التي أحببتها وأحبتك هي؟ حب كان حبا متبادلا بينك وبين الكويت، أعطيتها وأعطتك، يعني تم احتضنتي في دولة الكويت، حققت نجاحات وعدت اكتشاف نفسك مرة أخرى. كيف كان شعور هذا الانتقال من الكويت إلى كندا؟ ما كان يعني كان برضو صعب بعد ما أنت يعني هذا يعني مش وظيفة ليست وظيفة وليس روتين، هو شيء جميل حلم يتحقق على أرض الواقع، وصار يعني في عندك برنامج، في مشروع، يعني كل هذا يعني زي ما بيحكوا في أوج العطاء، لما أنت تكون في قمة العطاء. طيب هلأ بدي أرجع من الصفر في كندا، يعني شوية كانت من الداخل حزنت، بس في مستقبل، في أيام جاية إن شاء الله حلوة، في أولادي مستقبلهم كمان، يعني دائما برجع بركز لك على الأولاد، وأنا كمان دوري ما رح ينلغى في كندا، كمان في إله مستقبل، زوجي إله مستقبل. تمام. ما بنعرف حدا طبعا، ما نعرفش أصلا، يعني هي زي ما تحكي مغامرة جميلة كانت، وإجينا وكان عندي يقين إنه أنا رح أعمل شيء، يعني مش متيقنة، مآمنة كمان، إيمان إنه أنا خلص جربت حالي بالكويت، ففي كندا يعني رح تصير وطني، يعني هذا الشعور إنه أنت رايح على بلد بدها تحتضنك، وأنت تصير ابنها، أو أنت تصير هذا وطنك، يعني وطنك الثاني. جميل. وطن يعني يعني أول ما تنزل أنت أصلا بالمطار بحكي لك أهلا وسهلا بوطنك كندا. تمام. كيف تمام. أنت جميل. مشاعرك بتكون مطمئن دون شك. يعني دعيني أستعير كلمة من الآن، وقلت إنها مغامرة جديدة. يعني الشيء الذي يبدو غريبا أحيانا وفي الكثير من الأحيان أنه يعني أن تقطعي آلاف الأميال من أيا كان وطنك الأم، سواء في آسيا، في أوروبا، في أمريكا الجنوبية، وتأتي إلى سقف العالم في أقصى الشمال الغربي من الكرة الأرضية إلى كندا. هذه مسافة كبيرة جدا جدا جدا، وهذه مغامرة ومخاطرة كبيرة جدا، يعني هي أكبر المخاطرات التي يمكن أن تأتي. هي شبيهة بالهبوط على القمر. يعني عندما هبط الإنسان على القمر درس جو القمر والهبوط آلاف المرات، ولكن الأمر يختلف تماما عندما وضع أرمسترونج قدمه على الواقع، على أرض القمر. تمام. وحينها قال أرمسترونج: هذه خطوة صغيرة رجل، إنما هي قفزة عريضة للإنسانية. فهي مغامرة كبيرة جدا بدون أدنى شك. نعم. الغريب هنا أن يعني أنا أقوم بأكبر مغامرة ممكنة، وهي ترك كل ما أعرف ومن أعرف والحضارة التي اعتدت عليها تماما، كل هذا خلف ظهري، وآتي إلى مكان جديد من جميع النواحي والصور. ثم بعد ذلك أتردد كثيرا من أي نوع من المخاطرات أو المغامرات الصغيرة. يعني أي مغامرة أو مخاطرة هي الأكبر؟ ترك الوطن، تغيير العمل، دراسة شيء جديد، يعني هذه تتضاءل كثيرا، ولكن للأسف الكثير من الناس لا يرون هذا الأمر. يعني كيف كانت، يعني كيف استقبلتك كندا، أو كيف استقبلتي أنت كندا؟ من الأحضان. يعني أنت يعني أنت أكثر واحد تعرف كندا، يعني خلاص من أول يوم تعطيك شعور أنه هذا بلدك. تمام. وأنا بحكي عن تجربتي الشخصية، وبحكي عن واقع أنا عشته. يعني أنت بس تيجي على كندا كانت مشاعري أنا جاية لشيء مجهول، لكن في 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 شيء داخلي بقنعني إنه شيء جميل، رح يكون شيء جميل، وما في شيء يعني محفوف بالورود، ما في أي مغامرة أنت بتعملها رح تكون محفوفة طبعاً بالورود. طبعاً. أنا متيقنة إنه في مصاعب وفي تحديات وفي كل هذه الأشياء، بس إحنا اخترنا، أنا اخترت، يعني
انت اخترت فلا شك ولا تذمر بدك تعمل صح؟ تمام صحيح تمام. انا ما جبرتني الظروف والله انه والله انا اضطريت اجي لكندا. انا بحكي بعيد مره ثانيه، انا بحكي عن تجربتي الشخصيه، انا اخترت اني اهاجر لكندا، اذا انا بدي اتقبل اي شيء بواجهني واعمل عشان اواجهه. المخاوف يعني الشيء بتخاف منه بدك تواجهه، هذا الحل. وهذه رؤيه ايجابيه جدا، انه فكره انا من اخترت ان اتي لكندا، انا اخترت، لست مجبرا، ما حدا اجبرني، فانا اخترت ولست اسيرا هنا، يعني يمكنني ان اترك كندا في اي وقت. بالضبط. ف يعني بمعنى انني ما زلت هنا، اذا انا اجد شيئا مميزا في كندا، انا شيئا احبه هنا في كندا، هناك شيء لا يوجد. طيب يعني عند الوصول الى كندا، وكندا هي دوله مهجر، دولة هجرة، وهي يعني تفتح ذراعيها سنويا لمئات الألاف من المهاجرين من مختلف أقطار العالم وأقطار الأرض. نعم. المعتاد عند الوصول إلى وطن المهجر أو البلد الجديد أو الأرض الجديدة، يعني يعتاد البعض أن يبحثوا عن أقربهم أو من يشتركون معهم، من يشبههم تماما من يشترك معهم في الخلفية الثقافية العرقية إلى آخره، والعادات والتقاليد وما إلى ذلك. والبعض الآخر لا يكتفي فقط بأن يبحث عنهم، ولكن يتقوقع داخلهم ويضع صدفة صلبة جدا تغطيه وتحميه من الخارج، وكأن الخارج هو العدو، كان الخارج الآخر هو العدو الكريه. وأحاول أن أنشئ نسخة مصغرة من وطن الأم هنا. نعم، أجدت الوصف يعني صراحة. فعلا هذا اللي بيصير بالفعل. فكيف كان تعاملك مع يعني مع هذا الأمر عند الوصول إلى هنا؟ هل فكرت في البداية أنه يعني لابد أن أبحث عن من هم مثلي ليعطوني نوعا من الدفء أو من وهو شعور طبيعي عند الكل؟ طبيعي جدا، يعني كل واحد يعني بحب يشوف ناس من بلده، ناس تتكلم عربي بالنظر عن اللهجة، تعطي شعور بالأمان والونس يعني بدون شك. يعطيك دفء في البداية طبعا، ولكن ماذا عن فكرة التقوقع؟ لأنه المشكلة دائما أنه الدخول في هذه المجتمعات لا شمل مقابل. طبعا يعني إذا دخلت في هذا المجتمع لابد أن تعطي مقابلا لذلك. أنت تقصد المجتمع المنعزل؟ المنعزل تماما. طبعاً. المنعزل تماما، يعني هذا المجتمع المنعزل يعطيك الكثير من المساندات الاجتماعية النفسية، اجتماعات، سهرات، ندوات ثقافية فنية من الوطن الأم، نسخة مصغرة من الوطن الأم، تماما، عشاء من نفس الأكل، نفس الشيء، نفس العادات، نفس الرقصات، نفس الأغاني، تماما. ولكن طبعا هذا لا يكون بلا مقابل، يعني مقابل العزلة. تماما. فكيف تعاملتي مع هذا الأمر يعني أكون صريحة معك، يعني أنت بتيجي جديد، فكل حدا بحب يشدك لإله حتى تكون أنت ضمن هذه العزلة أو القوقعة اللي أنا من أول يوم رفضتها. وأنا يعني لما أجيت، أو أي حدا فينا إجا لكندا، لما كندا تتقبله وتفتح له إيديها، إذن هو عنده شيء كندا، يعني لازم هيك إحنا نفكر. بما أنه كندا فتحت إيديها إلنا وأعطتنا موافقة على أنها نكون جزء من هذا البلد، إذا إحنا عندنا شيء شايفيته، هي إحنا رح نقدمه إلها بدون شك، وهي رح تقدم لنا أشياء. صحيح. فأنا هذه كانت قناعتي. فأنا ليش أنعزل؟ أنا جاي أتعرف على بلد جديدة، أندمج. الاندماج ما بيجي بالعزلة. أنا دائما بتخيل هيك تصوري لكندا إنها لوحة فسيفساء، وإحنا بنيجي منكمل هذه اللوحة. طيب أنا ليش ما أكملها وأندمج ويكون عندي قوة وتنوع وأكون فعلا كندي، لكن أحافظ على جذوري؟ ما المشكلة إنه كل واحد بتوقع اندمج هو أو أولاده في المجتمع، هو انسلخ عن هويته أو عن بدنا نحكي عن الدين وعن الثقافة وعن عادات التقاليد. أبدا أبدا. وبدليل ذلك أنه كندا دائما تعزز
التنوع الحضاري وتعزز أنه أنت تحافظ على لغتك وتعزز أن تحافظ على دينك، وكل واحد يعني بيمارس طقوس الدين بكل حرية. هذا جزء يعني مدفوع 100% في الدستور الكندي وليس ك يعني دول أخرى بدون تسمية. يعني في بعض الدول هذا الكلام موجود في الدستور ولكن حبر على ورق، ولكن في كندا هذا ممارس 24 ساعة فعلا 7 أيام في الأسبوع. فعلا الحرية المطلقة في الاعتقاد، الحرية المعتقدة المطلقة في الإيمان، الحرية المطلقة في التعبير، ممارسة طقوسك الدينية، حر بلبسك بعاداتك وتقاليدك. على العكس تشجع ذلك، وكثير في المنظمات الكندية اللي بتشجع على التنوع التراثي والحضاري. فلما أنا أشوف هيك شيء، أنا بالعكس أنا بدي أندمج مع هذا الجزء. ونرجع منحكي إذا اندمجنا ما رح نتخلى عن هويتنا الأساسية وعن جذورنا. هو اندماج. أنا ليش أعيش بعزلة؟ لماذا؟ ليش أعزل أولادي وأعزل نفسي؟ ليش أخاف من الاندماج؟ ليش أعيش برعب؟ يعني شو هالحياة اللي كلها أنا بس خايفة أندمج، خايفة أني أصير مثلهم، خايفة أولادي يصيروا مثل مين؟ مثل مين؟ ابنك هو جزء من هذا المجتمع، ابني هو جزء، هو ابن هالبلد، هو اللي رح يساهم في نهضتها، صحيح؟ يعني للأسف طبعا لا يمكن أن نعمم، ولكن لا أعمم أبدا طبعا. أنا في نسبة يعني معقولة، يعني دعينا نقول ذلك، نسبة معقولة من الناس هي عملية الحصول على جواز السفر. هذا جواز السفر الأزرق السحري، هذا موضوع ثاني اللي هو يعني الذي يفتح مجالات كبيرة جدا في السفر، في العمل في دول أخرى براتب أعلى كثيرا. الاحترام الكبير جدا لهذا جواز السفر الأزرق السحري، لا أكثر ولا أقل يعني. ولا يفكرون أن هذا فعلا هو وطن حقيقي. هذا موضوع ثاني أستاذ محمد. يعني أنا يعني قابلت ونرجع لا أعمم، ولكن أنا أحكي عن هاي ظاهرة موجودة. تمام. اللي هو أنا بس بدي أخذ الجواز وأطلع. طيب لفرضنا أنه أخذ الجواز وما طلع له أي شغل في البلاد اللي بيحلم فيها، شو العقوبات أو شو اللي صار عنده هو المشاكل أو العقبات أو زي ما بنحكي النتائج. تمام. أول شيء أنت ما عم تشعر باستقرار طول فترتك بانتظارك للجواز، ما عندكش استقرار لا نفسي ولا أنت معطي أولادك هذا الاستقرار. إحنا بس شوية وطالعين، إحنا بس شوية ورايحين، لا أنت مندمج، لا أنت شاعر باستقرار، أنت آذي نفسك. تنظروا لأن المرحلة انتقالية فقط، فلا تستحق عناء الترتيب أو التعب أو هذا متعب، هذا تفكير متعب وتفكير غير مستقر أبدا. يعني ما فيش فيه أي نوع من الاستقرار النفسي والهدوء النفسي حتى. بدون شك يعني طيب، عندما أن تندمجي في هذا المجتمع وأن تصبحي كندية وأن تتفاعلي مع هذا المجتمع، كيف كان رد الفعل من المحيطين يعني أو من الجالية العربية؟ يعني هل وجدت أي معارضات أو مقاومات من البعض؟ لا، هلا هو الجالية فيه كتير ناس زي ناس تندمج وجاية تعيش وتشعر بوطنها وتحافظ على هويتها وإلى آخره. ممكن أنت يعني أحكي لك اللي صار، ممكن يكون سؤالك كيف أنا اندمجت أو كيف يعني بدأت. هو هذا سيأتي لاحقا، ولكن أنا يعني لا أريد أن أخرج من هذه النقطة يعني قبل أن أسأل هذا السؤال. هو لأنه يعني أنا أسعى أن أندمج مع الآخر وقد يصل الآخر أو لا، هذا هو السؤال التالي. ولكن السؤال الأول هو مجرد تفكيري في السعي لاندماج الآخر قد يقابل بموجة عاتية من الهجوم. يعني لماذا تحاول أن تندمجي مع الآخر؟ ماذا تستفيدي من الآخر؟ ما نحن هنا ويعني عليك أن تستفيدي قد من الإمكانيات التي تقدمها الدولة لك والمساعدات التي تقدمها الدولة، وانتهينا لك تماما، وانتهينا على ذلك، لك ولأولادك وتحصلي على جواز السفر وانتهى الأمر وقعدي مرتاحة تماما، لكن لا تندمجي مع الآخر. يعني هل واجهتي مثل هذا الشيء؟ نعم واجهت بالضبط. كان الكلام انه لينا انت عم بتضيع وقتك. بكل صراحه يعني لينا بتضيع وقتك
وما فيش يعني ما فيش مردود، ما فيش مقابل. يعني للأسف الناس مرات بتفكر كل الحياة مادة، في الروح لها احتياجات صح. وحتى أنت تشعر إنه أنت في بلدك أنت جزء من هالمجتمع، من هالتنوع. أنا برأيي ويعني من مبادئي ومن من قناعاتي إنه لازم نندمج. لازم نندمج. فنعم عشان أنت بدك هذا السؤال. نعم هذا الشيء. ولكن أنت لم تتوقفي عند هذه المواجهات، ولكن قررت أن تستمري في طريقك. نعم. طيب بالنسبة للجانب المستقبل، كيف استقبالك الآخر في كندا؟ يعني استقبال رائع. يعني شعرت بأني أنا عاملة شيء جديد أو عاملة شيء ما عمروش صار. بكل صدر رحب وبكل حماس. تمام. يعني طيب فعلا. لو دخلنا في التفاصيل هنا. نعم. يعني ما هي الفكرة التي خطرت على بالك لكي تبدأي من جديد هنا في كندا؟ الفكرة موجودة. فكرة موجودة اللي هي الفكرة اللي كانت في الكويت. في الكويت. فأنا حكيت راح أبدأ من الصفر في كندا وأنا أستطيع ذلك، يعني وإيماني بنفسي يعني لا يمكن أن تتخيله. وهنا شيء عظيم جدا، يعني التجربة الأولى أفادتك في التجربة الثانية. نعم بدون شك. يعني أنت لم تكوني حديثة العهد تماما إلى الانتقال إلى وطن جديد، فهذا الانتقال من مكان إلى مكان إلى مكان الذي يعتبره البعض للأسف يعني مجموعة من الخسائر المتتالية بالنسبة لك وبالنسبة للشخص الإيجابي، هو مجموعة من المكاسب المتتالية. نعم، مكاسب متبادلة بدون شك. وسهل عليك يعني الانتقال الأول، سهل عليك الانتقال الثاني. يعني أنت خلاص أنا بالكويت خلاص يعني اكتشفت نفسي، اكتشفت نقاط قوتي، عرفت نقاط ضعفي، ابتعدت عنها. فكانت تمام. يعني مهمتي لاكتشاف الذات خلاص ضن. ممتاز ممتاز. فبس طبعا هلا في تحديات رح تواجهها بدون شك. مش أنت اللي بتتخيله يعني. فكانت هي قراءة القصة بدي أكمل فيها. تمام. فأول ما الواحد بيفكر بالمكتبات، توجهت للمكتبات، عرضت الفكرة. الفكرة طلعت أصلاً في عندهم ستوري تايم جميل، حكيت جميل. إذن أنا يعني رح أكون متطوعة في قراءة هاي القصة. طبعاً واجهت رفض، لأنه رفض طبعاً رفض مش يعني إنه هيك، رفض إيجابي. حكولي إنه شكراً إليك، ويعني طبعاً تعرف كيف بيشكروا الواحد، بحسسوا بقيمة اللي بيعمله، إنه هو بيقدم شيء رائع. لكن من قوانين المكتبات إنه الطاقم العمل في المكتبة هم المسموح لهم قانونياً لقراءة القصة للطفل. كان هذا أول يعني عائق. تمام. حكيت أوكي مش حبكي يعني عادي، ححاول مرة تانية. توجهت للمدارس. طرقت أبواب المدارس. أول باب طرقته يعني ما شاء الله القبول كان رائع. فتوجهت وصرت أقرأ القصة. طبعا بدك تكون فكرة جديدة، فكانت فكرتي هي قراءة قصص بالعربي وبالإنجليزي. فهذا هو اللي بنحكي عنه، التنوع. تمام. يعني بنرجع منأكد هم بيحبوا التنوع وبيحبوا انهم يشجعوه. فانا جبت اشي من التنوع الحضاري اللي موجود بكندا، لغتي العربية مع الانجليزي. فصرت اقرأ للاطفال هاي القصص. الشيء اللي يعني اذهلني وانا ما كنت حطيته باعتباري، لما كنت افوت على الصفوف واقرأ لهم، كان في اطفال عرب. اكتشفت انه الطفل العربي يعني يشعر بالفخر انه هاي لغتي، فكان عنده الحماس انه يقف الى جانبي ويحاول يقرا القصه معي. تمام. يعني انا عربي مثلا، هو يحكيها بالانجليزي للاطفال. فشوف كيف مشروع صغير يقوم بدور المترجم يعني، ويشعر بذاته يعني. يشعر بذاته، فهو كان فخور انه هو بيعرف هاي اللغه وبيساهم. تمام. في القصه. فكان شيء جميل. وتكررت هاي الحاله بعده مدارس. بعدين الانتشار كان رائع، فمعظم المدارس عملت فيها هذا الشيء اللي هو قراءة القصة باللغة العربية والإنجليزية. شوف كمان برجع بحكي لك، لما أنت يكون عندك شغف اللي أمامك بيشعره بيآمن فيه، اتطورت بالموضوع. بطل قراءة قصص للأطفال بالإنجليزي بالعربي، صار يطلبوني المدارس لتشجيع الأطفال على القراءة. شوف كيف أنت يعني وأنت في طريقك لحلمك أو لهدفك، راح تواجه
كتير أبواب أو رح تفتح لك كتير أبواب بخلال هاي الرحلة، وهاي كانت من ضمن هالأبواب انفتح لأنه أنا أشجع الطلاب في المدارس الحكومية بكندا بمنطقتنا ببيل. بعض المدارس كانت تطلب أني أجي أنا أعملهم تشجيع، فكان كان في برنامج أقعد مع الطفل one to one أقرأ له من ساعة لساعتين، بعدين نختار، هو يختار القصة اللي بده إياها، وبعدين تضل مع هاي القصة لأسبوع نناقش فيها. ليش كانوا يشجعوا أو يعملوا هذا البرنامج؟ بسبب أنه الطفل هذا ما بيقرأ. شوف كيف إنها القراءة شيء مهم. لسبب ما بالبيت عنده هذا الطفل، أو لسبب هو فيه ما مش حاب القراءة، فأنا بيجي دوري هون التدخل في تشجيعه على القراءة. لكن أنت لاحظ إنه كيف القراءة شيء مهم، فالطفل لازم يقرأ أقل شيء 20 دقيقة يومي، فإذا ما قرأ في مشكلة، فأنا بدخل دوري كمتطوعة في هذا البرنامج. تمام. يعني طيب، فكرة التعامل مع الأطفال، يعني أنت اخترتي فكرة الأطفال وليس الكبار. نعم. وعالم الأطفال هو عالم مستقل بذاته، وعالم له قوانينه الخاصة. عالم جميل. تماما، عالم جميل جدا، عالم البقاء. ولكن الطفل يعني بما أنه بريء جدا فهو حساس جدا لأقل تفصيل. يعني شيء قد يمر على الكبار ولكن لا يمر على الصغار أبدا. صحيح. يلاحظ كل شيء ويتأثر بأدق التفاصيل. يعني لماذا كان الميل للصغار؟ يعني لماذا اخترتي التعامل مع الصغار عوضا عن الكبار؟ يعني الكتابة هي الكتابة، أنت عندك موهبة، ولكن بكتب للجهتين كبار وصغار. تمام. يعني. تمام. ولكن لماذا كان الميل ناحية الصغار؟ أول شيء عالم جميل، عالم صادق وبريء. تمام. إذا بيحبك رح يحبك، إذا ما بيحبك ما رح يتعامل معك. فتجربتي برجع بحكي بالكويت مع الأطفال، عرفت نقاط، هاي هي من ضمن نقاط القوة. إنه أنا عندي قدرة على التعامل مع الأطفال، إنه هم صادقين معي وأنا صادقة معهم. الطفل بيعرف وذكي جدا، وبيعرف إذا أنت صادق معه أو تتصنع. صحيح. فهذا صحيح. سر الاستمرارية إنك تتعامل مع الأطفال، وكلنا جواتنا طفل. فأنت لما تطلع هذا الطفل جواتك بتصير أسهل عليك تتعامل مع الأطفال. هو شيء جميل جدا، يعني كما وصفتي إنك يعني أنت بداخلك طفلة. طبعا. ولا كيف بدي أتعامل معه؟ تماما. وكلنا بداخلنا هذا الطفل، ولكن للأسف البعض منا يقوم بكبت هذا الطفل وإسكاته، مع أنه يعتبر أجمل ما بداخل كل واحد منا هذا الطفل. لا، أطلق العنان، أطلق العنان للطفولة بداخلك. بالضبط. فأنت بتضل أصلا، يعني في مثل بحكيها، بتشيخ وبتكبر لما أنت تبطل لعب، لما أنت تفقد الشعور الطفولة بداخلك، لما تتوقف عن الدهشة للأشياء. تمام. تتفاجأ بالأشياء، تشعر بجمالها، بلذتها. فيعني هنا هي أيضا يعني فائدة متبادلة. طبعا. بينك وبين هذا الطفل الصغير. نعم. لغت يأخذ منك ولكن يعطيك أيضا الكثير. أكيد. يعطيك هذه المتعة الكبيرة جدا. أكيد. في أن تخرجي الطفل في داخلك، يعني أنت فتحت لنفسك عالم جديد، عالم يفيدك من الناحية المهنية والناحية النفسية. نفسية طبعا. طبعا. يعني شعور بالسعادة، بالرضا، كل المشاعر الحلوة الإيجابية وأنا مع الأطفال، يعني باختصار. بدون شك. ويعني من القراءة للأطفال إلى الكتابة أيضا، ويعني لك أعمالك الخاصة. نعم. بالنسبة للأطفال التي يعني نود أن نتحدث عنها بإسهاب، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. هل تريد بيع، شراء أو استئجار عقار سكني أو تجاري؟ هل تبحث عن خدمات عقارية في تورونتو، ميسيساغا أو أي من المدن القريبة؟ Thank you.
والآن وكيلة العقارات سهير البشير تقدم لكم خدماتها المميزة مع مصداقية مشهودة في التعامل. كل ما عليك فعله هو الاتصال على الرقم 647-993-1967 أو عبر موقعنا على الإنترنت سهيرالبشير.ca. سهير البشير لخدماتك العقارية. هل يجب أن يكون الاختلاف سبباً للفرقة والخلاف؟ فأخاف منك ومني تخاف؟ أم أن الأمر على العكس من ذلك تماماً؟ فالتنوع هو طبيعة الكون من ألوان وأنواع وأشكال في الكائنات وتباين في ثقافات البشر. الكون كله مجموعة من الأطياف التي تتناغم مع بعضها البعض. وأطياف هو اسم برنامجنا الأسبوعي الذي نبحر فيه مع حضراتكم في كل جوانب التنوع وجماله. أطياف مع محمد الحضري كل اثنين السابع مساء فقط على Arabs FM. ونعود مرة أخرى مع لينا الهبهبي ويعني رحلة النجاح والانتقال من مكان إلى آخر واكتشاف عوالم جديدة. يعني بدأتي بالقراءة للأطفال والاستمتاع حتى بالقراءة للأطفال والتفاعل مع الطفل، ثم بعد ذلك جاءت فكرة يعني مشروع اليوتيوب وأيضا فكرة الكتابة الخاصة للأطفال. بداية لو تحدثنا عن فكرة مشروع اليوتيوب أو قناة اليوتيوب للأطفال. أنا طول عمري يعني بحب أقرأ قصص للأطفال زي ما أنت يعني تعرف بمشواري هذا مع القراءة. بعدين أنا يعني صار عندي شغل تاني أو زي ما بيقولوا عندي نشاطات تانية. تمام. ففكرت إني أسجل اليوتيوب، بس أنا مش حابة إنه بصراحة إني أبين يعني كوجهي أو يعني أبين كشخصيتي. تمام. فشو بدي أعمل؟ قلت خلاص بقرأ الصفحات وبصير هذا اللي زي ما أنت شايفه هذا باليوتيوب. بس أنا طول عمري يعني بفكر بهذا، يعني مش طبعاً بس يعني دائماً هاي الفكرة عندي إنه أنا حاب أعمل شيء ممكن يكون باليوتيوب. وأنت يعني أنت على صفحتك تقومين بتمثيل يعني الإلقاء، يعني لا تقومين فقط بقراءة الشيء ولكن هناك تفاعل وأداء. والله بستمتع، أنا بستمتع نفسي. يعني هو شيء يعطي بعدا إضافيا، يعني تصبح قصتك كما قال رباعية الأبعاد، يعني هناك بعد رابع وهو العقلي والروحي الذي يحدث من خلال أسلوب إلقائك. فهي ليست فقط صورة يراها الطفل أو حتى صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد. نعم. ولكن هناك البعد الآخر أنك تعطي حياة لهذه القصة. شكراً. شكراً لك. يعني دعينا نترك الحكم للمستمعين أنفسهم يعني والمشاهدين أنفسهم ولنستمع سويا إلى هذا الجزء من اليرقة الجائعة جدا. الورقة الجائعة جدا في ضوء القمر.
كانت بيضة صغيرة تستلقي على ورقة شجر. في صباح يوم الأحد طلعت الشمس الدافئة، ثم خرجت من البيضة ورقة صغيرة جدا جائعة جدا. بدأت الورقة تبحث عن شيء تأكله. يوم الاثنين قدمت طريقها عبر تفاحة ولكنها بقيت جائعة. يوم الثلاثاء قدمت طريقها عبر إجاصتين ولكنها بقيت جائعة. يوم الأربعاء قدمت طريقها عبر ثلاث خوخات ولكنها بقيت جائعة. يوم الخميس قدمت طريقها عبر أربع حبات فراولة وأنها بقيت جائعة. يوم الجمعة قدمت طريقها عبر خمس بندقيات ولكنها بقيت جائعة. يوم السبت قدمت طريقها عبر شريحة من السجق وشريحة من الجبنة السويسرية وقطعة مخلل وكوز بيضة وقطعة من كعكة الشوكولاتة وشريحة من البطيخ وكعكة مدورة وقطعة من المقانط وقطعة من فطيرة الكرز وحلوى الكراميل. في تلك الليلة أصابها مغص في معدتها. كان اليوم التالي يوم الأحد الجديد، وقدمت الورقة ورقة شجر خضراء لذيذة وشعرت بتحسن كبير. لأنها لم تعد ورقة جائعة ولم تعد ورقة صغيرة، فإنها قد صارت ورقة كبيرة سمينة. وبنت حول نفسها بيتا صغيرا يسمى الشرنقة، ونقيت داخله لمدة أكثر من أسبوعين. ثم قدمت الورقة فتحة في الشرنقة ودفعت نفسها إلى الخارج، ثم صارت فراشة جميلة. يعني استمعنا إلى مقطع أو يعني قصة، يعني طبعا على قناة اليوتيوب هناك الكثير من القصص الأخرى أو بعض القصص الأخرى، ويعني الفكرة هنا هو يعني على قناة اليوتيوب يمكن للمشاهد أن يرى الصورة، ولكن المهم هنا هو التعبير والأداء. شكرا اول شيء كثير يعني على لا بالعكس حلو. يعني هذا نموذج طيب جدا، ونتمنى ان يعني تكتب نماذج الحقيقه، لانه يعني الاطفال في حاجه ماسه الى مثل هذه النماذج، يعني التي تثري التفكير والابداع عندهم وحفظ على هويتهم بدون شك، حفظ على لغتهم إذا ما بده يقرأ يسمع على الأقل. وأيضا يعني الأداء هنا يعني أنت تعطي بعدا جديدا للقصة، فهي ليست قصة يعني أحادية الأبعاد، ولكن بالعكس يعني هناك الكثير من التفاعل والتفاعل مع الأطفال. يعني يمكن المستمعة والمشاهد البرنامج سنة عسكر تقول مساء الخير عليكم، فعلا اتفق معكم، أحلى تعامل هو مع الأطفال وهم مصدر الامتصاص، الطاقة السلبية والشحن بالطاقة الإيجابية والشعور بالسعادة والارتياح. شكرا لاختياركم لموضوع الحلقة، طيب جدا وجميل، شكرا لك سنة. شكرا لك سنة. يعني بدون شك التعامل مع الأطفال فعلا يعني وأنت تؤدين وكأنك طفلة أيضا. والله شعور حلو، يعني أحيانا إذا أنت بتحب عملك وبتحب شو اللي بتعمله عن جد بتبدع. بدون شك يعني جزء من ذاتي، يعني أنت بتفرح لما تعمل شيء. يعني حضرتك مقدم برامج
ومحاور ممتاز. إذا أنت ما حبيت إذا ما حبيت هذا اللي أنت بتعمله ما رح يشعر المستمع أو المشاهد، ما رح يستمع لك، ما رح تشده في برنامجك بدون شك. يعني فقد الشيء لا يعطي، فقد الشيء لا يعطي. بالضبط، التميز بالشغف وبالإيمان اللي أنت بتعمله. والتعامل مع الأطفال ليس بالسهل أبدا، بس برجع وبحكي نطلع الطفل اللي جواتنا، ما نضل يعني نعيش إنه لا أنا كبير ما بعمل هيك، لا أنا عديت هاي المرحلة، أنا بعمر ما بسمح لي أتصرف أو إني أروح أتمرجح مثلا. لا أروح أتمرجح وإلعب وانبسطوا. مشك يعني هو فعلا هو أجمل ما بداخل أي إنسان هي الطفولة. نعم. الطفولة هو الجزء الحر، الجزء المنطلق، الجزء نعم. الطبيعي الغير متكلف، الجزء البريء في الإنسان يعني الذي لا يحمل أي نوع من أنواع النفاق أو الرياء أو أي من المشاعر السلبية. صحيح. طيب يعني الكتابة، والكتابة للأطفال تحديدا، كتابة للأطفال، يعني كيف جاءت هذه الفكرة؟ ومال يعني هل كان هناك التشجيع من هيئة معينة، من فئة معينة، من مجموعة معينة، أم أتت من تلقاء نفسك؟ هي موجودة بداخلي، بس دائما أنا دائما بيسألوني هل تكتبي للصغار، تقرأ إلى الصغار، تقرأ إلى الأطفال وبتكتبي للكبار. فإمتى رح تصيري تكتبي للصغار؟ فكنت أشعر لا هذا شيء صعب، لأنه الطفل يعني مسؤولية، وأنه بتحط فيه قيم والقصص يعني بتأثر بالطفل. فأنا لازم يعني حاملة على نفسي مسؤولية أنه أي شيء بدي أكتبه بدي أتحمل مسؤوليته، لأنه هذا الطفل رح تنطبع بذاكرته، بقيمه، بوجدانه، فليس بالشيء السهل. أما مع الكبار الواحد يعني بنطلق بحرية وممكن أنه يعني حر الاختيار، بضل الكبار وحر بأنه يأخذ هاي القصيدة أو ما يأخذهاش، يفهمها، يعمل. بس الطفل أنا دائما بحكي مسؤولية كبيرة، تتركي علامة، بتكون علامة مؤثرة تؤثر عليه في يعني بالزبط. وسنين الطفولة هي الأساس في تكوين الشخص الناضج فيما بعد، تؤثر عليه بقية عمره كله. بالضبط. فإجت الفكرة أنه حكيت فعلا أنا دائما يعني بقرأ قصص مش قصص لإلي، أنا نفسي أكتب قصة للأطفال. فدائما عندي هاجس إنه هذا المرض الزهايمر، هذا المرض إنه مرض يعني أنا بسميه يعني بتموت وأنت عايش. لما أنت تفقد كل ذكرياتك، كل علاقتك بماضيك، بالناس اللي بتحبها، تفقد ذاكرتك، مين اللي قدامك، مين هذا الشخص لأقرب الناس إليك، أليس هذا موت؟ بدون شك. يعني في المراحل المتقدمة لمرض الألزهايمر يعني يكون الشخص قد لا يعرف أقرب المقربين إليه، لا يعرفهم، وهذا شيء قاسي على اللي حواليه. طبعاً طبعاً. وقاسي بالأخص على الأطفال، لأنه هذا المرض عادة ما يصاب في كبار السن، يكون يعني بيكون بوضعية الجد أو الجدة. فشوف أنت كيف علاقة الجد والجدة مع الحفيد، عادة وغالبا ما تكون قوية. إذا إجينا للصح أو إجينا للواقع، علاقته أقوى من علاقته مع الأب والأم. هذه حقيقة. يعني دائما الحفيد يكون مدلل، وهو المحبوب والمقرب جدا للجد والجدة. يعني إذا قام يعني أحد الأبوين بتعنيف الطفل، الجد يدافع. ملجأ. تماما. الملجأ السياسي بيسموه. بدون شك. يعني قد يقوم الجد بأن ينهر الأم والأب على بسبب هذا الحفيد. اسألني كثير صارت معي. يعني حبيبي أبوي الله يطول عمره ويزيده صحة، هذا اللي بيصير بين الحفيد وجده دائما. فأنا بصراحة من كتبته من تجربتي الشخصية، كانت يعني الله يرحمها جدتي مصابة بهذا المرض. طبعا تعرف في هذيك الأيام ما كان في تشخيص واضح، كبرت، مرض الكبار، مرض شيخوخة، شيخوخة عادي، لكن هو كله لما أنا يعني استوعبت هذا كله مرض، يعني هو هذا المرض الزهايمر. بس أنت حتى تستوعب لحدا بتحبه زي هيك يصير ينسى من أنت، يتصرف تصرفات غريبة،
شوية رح تكون قاسية على الطفل وإذا ما وجد مين يفهمه ويوعيه ويعطيه معلومات عن هذا المرض صدقني بتضل يعني شيء يعني بباله في ندبة في قلبه بدون شك فهم. لأنه قد يعتبر أن الجد قد خصمه مثلا يعني لا يتحدث معي أو لا يعرفني يعني بسن صغير جدا بس تمام. وهو كبير رح يتألم على ما على اللي بيشاهده من تصرفات جده بدون ما يفهم تمام. رح يعرف أنه هو مريض لكن المرض مش فهم ليه هو هيك صار أنا يعني ما حد شرح لي ولا حدا وعاني فحزنت فربما يعني وتعديت يعني عديت هاي المرحلة وتفهمت والله يرحمها فحكيت إنه كم في طفل من الأطفال موجودين في هالدنيا مش رح يتفهموا أو مش رح يستوعبوا شو هذا المرض ليش ما أجيبه عن طريق قصة حلوة وجميلة عن طريق مغامرة جد حفيده وتتسلسل الأحداث ويصاب الجد والطفل طبعا بيصيبه حالة صدمة ما بدي أخرب القصة بس طبعا. الفكرة من القصة فيها رسالة أن الطفل هو جزء إذا مش دائما أحيانا جزء من الحل إذا الطفل فهم اللي بيصير حواليه ويستوعب فهو جزء من هذا الحل جزء تمام. فهذه القصة جاءت يعني بهذا السبب وهو شيء يعني مميز جدا لأنه للأسف يعني في الكثير من الكبار بيتعاملوا مع الأطفال وكأنهم مخلوقات عديمة العقل يعني هي مجرد ما شاء الله عليهم أذكياء جدا تماما وهو ذكاء فطري نقي يعني لا يمكن خداعه صادقين وأي شيء بتلقوه خلاص يعني بصير في امتصاص لإله فأنا هاي القصة هي سام and his granddad أخيرا شافت النور يعني لو يمكن أن نقربها أكثر للشاشة متوفرة في جميع أنحاء كندا أمازون على موقع أمازون وطبعا إذا حد حب استعارتها من مكتبات المحلية نسميها تمام ميسيساغا تمام مكتبات ميسيساغا العامة في كل يعني كل حي في مكتبة وهي موجودة في مثلا سنترال لايبرري وغيرها كل المكتبات تمام. الحمد لله بانديغو تمام ويعني الحمد لله يعني أنا بالنسبة لي النجاح يعني حققت نجاح كيف كان شعورك يعني أن ينشر لك كتابا هنا في الدولة الجديدة التي انتقلتي لها و... نعم يعني شيء عظيم يعني ما تحكي أنا يعني لما كنت مرات أعرضها على بعض الفكرة يعني أنا بدي أعمل قصة وبدي يكون الببلشر كندي لا 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 أوعك ما المنافسة صعبة أنت تيجي مين جنب الكتاب الأطفال ولا أنا كمان يعني بقدر أكون كلهم كانوا زيي وفكروا يعملوا كتاب وصاروا كبار كتاب كبار ما حدا بيبدأ كبير صح؟ بدون شك أنت إنسانة وهم يعني وهم وناس أيضا يعني يعني كلكم بشر حواجز. ليش بدون شك ولماذا الشعور بالدونية يعني بالضبط يعني أنت عندك عقل مثلك مثل الآخرين تماما وتستطيعين أن تبدعي مثلهم وربما أفضل فحكوا لي يعني تعرف دائما في ناس هي حرام ما بدي أحكي إنهم محبطين أو سلبيين لأنه هم يعني هيك بتصرفوا مع حالهم بتراجعوا بيهابوا بيخافوا لا أنا ما خفتش قلت يعني هي التجربة قابلة للنجاح أو الفشل أي ترددون من بداية أي شيء غير معروف إذا حكى لا يعني الببلشر مثلا بكندا عرضها على دار نشر كندية حكت لا شو بدي يصير رح أعرضها على دار نشر تاني وهكذا فيعني لاقت استحسان وقبول رائع جميل بس اللي كنت بدي أحكي أنا هاي القصة أنا فعلا كنت عملتها بالعربي بالإنجليزي هتنزل بكتاب واحد تمام. لكن بنظرة يعني الببليشر طبعا لهم نظرة أكثر أحسن مني حكوا لي لا رح تطلع بكتاب منفصل فإحنا بناخد النسخة الإنجليزي قلت تمام. لهم تمام يعني تمام. ولا إن تضل بالدروج صح بدون شك تطلع بدون للنور شك. بدون شك. فالحمد لله يعني طلعت النسخة الإنجليزية للنور وقريبا إن شاء الله يعني هاي حصريا عندك رح يكون في نسخة عربي بتعاون مع دار نشر عربية مش رح أحكي اسمها هلا جميل جدا جميل بقدرش أحكي الاسم إلا لما تصير كل شيء رسمي
دار نشر عربية لها اسمها ولها يعني وضعها. فأنا سعيدة إنه اختارت. وهذا شيء جميل جدا يعني يعني أنت أتيت إلى كندا في عام 2013. يعني شهر 8 2013. يعني في هذه يعني تعتبر فترة قصيرة، ولكن استطعتي أن تكوني لنفسك جذور في المجتمع الكندي بالمعنى العريض لهذا المجتمع، وليس في داخل فئة واحدة فقط. وأيضا عندما أقدمت على كتابة قصة ونشرك القصة، أقدمت على هذا باللغة الرسمية للبلد. يعني لما أقولي أنا عربية سوف أكتب شيء عربي. لا ما أقدرش ألمس هاي الشبوح كلها يعني مثلا يعني هاي المنطقة مش إلنا. لا تمام. هاي المنطقة إلنا وإحنا مرحب فينا، وعلى العكس يعني جدا جدا كل الحماس يعني كسرت قيود الخوف الغير مبرر للأسف الذي يوجد عند بعض الناس. يعني بدون شك كندا تحت ذراعيها لك، إذن أنت شخص مؤهل طبعا، أنت عندك شيء شخص بدون شك. هي مش حتجيب حدا هي ما بدهاش إياه بدون شك، مش حتوافق على حد مش عنده شيء يقدمه، لأن هي يعني الهجرة ليست عملا خيريا، يعني هي ليست مؤسسة خيرية تفتح أبوابها للمحتاجين. يعني هناك شيء مختلف هنا. يعني أنت إن أتيت عن طريق برنامج يعني العمالة المدربة مثلا وما شابه، فهذه برامج كلها متاحة لأناس عندهم خلفيات وإمكانيات عقلية وثقافية بدون شك. نعم. فلابد لنا أن لا نتردد أبدا أبدا من الإقدام على مثل هذه الخطوات والاختراق والاندماج بدون شك، وأن نفتح أبواب. يعني طيب ماذا أضاف لك يعني الاندماج هذا مع كل فئات المجتمع؟ يعني ما هي النظرة الجديدة للعالم عندك الآن؟ ما هي النظرة الجديدة للبشر عندك الآن؟ بعد التعامل مع هذا الكم الكبير من الناس، مع هذا الاستقبال الحسن جدا من أناس يختلفون معك تماما في كل شيء، بكل شيء يختلفون، ولكن استقبال يعني نظرتك إلى الحياة إلى المات كيف كانت وكيف أصبحت؟ صحيح تغيرت كثير. أولها تقبل الآخر. يعني فعلا بديش أحكي عن نفسي، إحنا بشكل عام التقبل عندنا شيء صعب، سواء لعادات لتقاليد لأشياء كثير، ممكن ممارسات يومية. لا إحنا صرنا نتقبلها ونعرف حدودنا ونعرف حدود الآخر. إذا هو هذا طبعه هذا هو، أنا أتقبله بما أنه هو محافظ على مساحته وعلى احترامه، وأنا كمان عندي مساحتي وعندي احترامي. فهذا هو الإشي اللي أنا بصراحة يعني بكل صراحة تغير فيه، تقبل يعني صرت أشوف الأمور بشكل أوضح بشكل واعي أكثر، صار عندي الوعي أكثر من أول. يعني أثرت فيها كندا بشكل كبير جدا، خاصة بهذا الموضوع تقبل الآخر، أن تقبل الآخر كما هو. كلنا في النهاية بشر. نعم. ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا بكثير. حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر. نعم. طالما أنه يعني حريته لا تعتدي على حريتي ولا حريتي تعتدي عليه، فبدون شك يعني لابد أن أنفتح عليه جدا، واحترام متبادل بدون شك، وخبرات حياتية وثقافية وفكرية. نعم. أعطتك يعني الكثير من العمق في شخصيتك جدا، وأعطت إثراء كبيرا جدا لتجربتك الحياتية. طبعا نظرتي تماما تغيرت للحياة. كل إنسان بتغير يعني، بس بدون شك هنا كل سنة أنت بتكسب. تمام. في يعني الخبرات متسارعة، يعطيك خبرات مضاعف خبرات يعني متسارعة، نضوج. أنا مش زي اللي كانت بالسنة الماضية، مش زي اللي قبل سنتين. في يعني كل يوم عم نتعلم ورح نضل نتعلم ورح نضل نغلط. حد يعني لازم هذا فرق كبير جدا
عما إذا كنت أثرت يعني السلام المزيفة، وهي ليست السلام الحقيقية للأسف، ولكن السلام المزيفة التي اعتقد البعض أن أبقى مع فئتي، أن أبقى مع خلفيتي الاجتماعية فقط، لا أحتك بالآخر. أنا يعني أن أمارس ما كنت أمارسه في وطني الأم نسخة منه، لا أريد أن أغير أي شيء. لا هيك أنت ما يعني لم تستفد شيء، ولم تفيد، ولم تضيف شيء لمجتمع أنت جاي تعيش فيه، وأنت رح تكون مواطن بالنهاية. تمام. مش جاي والله جاي تشتغل عقد عمل ومروح. لا هو وطن، هذا وطنك، هذا وطن، هذا مش تمام. مش قاعد فيه أنا سنة وسنتين بعقد عمل، هذا بلادك، فالاندماج شيء ضروري وملح. نعم، بدون أن شك. يعني هنا 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 يعني هذا أمر هام جدا، أنه نستطيع أن نصدق فعلا عندما يعني تخطو قدمين أول خطوات هنا في كندا أو في أي دولة من دول المهجر، أنه هذا وطننا بالفعل. نعم. وطن بالفعل، وهذا به وتفاعلتي به، يعني تفاعلتي مع المجتمع ومن خلال الأطفال. نعم. وهي يعني هي البذور الرئيسية للمجتمع، تعاملتي حتى يعني ساعدتي في مستقبل كندا من خلال إن شاء الله يا رب نكون الأطفال. لا هذا بدون شك، هذا بدون شك يعني خطوة هامة وكبيرة جدا إن شاء الله يا رب. دعونا نأخذ فاصل أخير ثم نواصل حوارنا. تعال نخرج للدنيا وتمر الأيام، فنفخ وبدون حنان أتوين، تعال نموت ونحرق وبدون إرادة خانقنا، لن ينبت زرع أو يخلق. تعال نخرج للدنيا أطفالاً نخرج للدنيا نشكر الله ونفتخر أن يجعل دنيانا عيداً، نفرح بالعيد ونحتفل ونعيش بحب وسلام وبعون الله لنا أمل. أطفالاً نخرج للدنيا أطفالاً نخرج للدنيا يرعانا الله برحمته، لن نبقى جميعاً بالخير، لن ننشر نور محبته، ندعو الله ونصلي يجزينا الله بطاعته. أطفالاً نخرج للدنيا. أطفالا نخرج للدنيا، يعني أغنية جميلة جدا تعبر عن روح الطفولة، وهي أغنية كانت من ضمن إحدى حلقات برنامج افتح يا سمسم، هذا البرنامج الذي أثر كثيرا جدا في الكثير جدا من الأجيال. نعم صحيح. يعني أغنية جميلة لل يعني المغنية الراحلة، ولكن هي قد رحلت عن عالمنا، ولكن بقي أثرها من هذه الأغنية الجميلة الجميلة جدا. يعني الله يرحمها. يعني أطفالا نخرج للدنيا فتمر الأيام ونكبر، يعني البداية دائما تكون من الطفولة من الصغار، يعني كل شيء يبدأ بالصغار بدون شك وبدون حنان الأبوين لا ينمو طفل أو يكبر. يعني نعم.
يعني البداية مع الطفل والبداية مع الأم والأب. وهنا الأمومة والأبوة لا تقتصر فقط على الأم والأب البيولوجيين فقط الذين يعني نعم. يعني المدرس والمدرسة نعم. الأصدقاء الأم والأب الخال الخالة العمة نعم. أنت عندما كنت تقومين بالقراءة لهذا الطفل فأنت أيضا لك دور في تأثيث شخصيته يا رب إن شاء الله. يعني فإن وجد عندك شيء إيجابي سيكون هو إيجابي أيضا. إذا وجد عندك الكثير من السلبية ومن الآراء الانهزامية سوف يكبر على هذا الشيء أيضا. يعني طبعا يعني السلبيين يعني الآراء السلبية أو الناس السلبيين هذا أول خطوة يعني الواحد لازم يعملها في أي مكان ببلده بأي مكان بيتجه له يعني تمام. سواء أنا كنت في الأردن أو في الكويت أو في كندا أول شيء أحيط نفسي بناس متفائلين وإيجابيين لأن السلبيين لا بيفيدوني ولا رح يفيدوا حالهم. نظرتهم تشاؤمية كل شيء عندهم مش صح كل شيء عندهم لا دائما في اعتراض دائما في نقد تمام. نقد يعني بيفيد نقد ما بيفيد يعني في ناس فعلا بيكونوا بس جالسين ويطلقون الأحكام للأسف. يعني هناك نقد بناء ولكن هذا نقد هدام نقد يعني لا يساعد على البناء ولا على التقدم. هناك مقولة دائما تتردد منذ عشرات السنين هنا في كندا وفي الكثير من دول المهاجر وعندما يأتي المهاجر الجديد يقابلها المهاجر القديم ويقول له لماذا أتيت الآن إلى كندا؟ لقد أتيت في أسوأ وقت دائماً في أسوأ وقت دائماً يأتي المهاجر الجديد في أسوأ وقت وهذا الكلام يتردد منذ عشرات السنين للأسف. أنا بحكي كل المهاجرين الجدد أنتوا لكم كل الترحيب وكندا فاتحة إيدها لكم وفي برامج كتير يعني كثيرة ومتعددة ومتنوعة للقادمين الجدد ومجاناً صحيح؟ بدون شك صحيح. هذا شيء صحيح 100% لمن أراد بس يعني هو هنا الفكرة على العكس يعني تمام تفضل يعني لا بالعكس يعني كلامك صحيح 100% يعني الفرق بينك وبين بعض الناس انك اخذتي زمام المبادرة يعني هو الامر يعني كندا تضع الطعام بالضبط ولكنها لم تطعمني انت بدك تمد ايدك وتدوق وتجرب يعني انا بالزبط. انا بحب هذا دائما بتخيل يعني هي مائدة وفيها ما لذ وطاب تمام. فزي ما قلت إذا أنت ما جربتش وأكلت ما حدش حيحط لك اللقمة في تمك بالضبط. فأنت بدك تبادر طبعا أول إشي حكينا حيط نفسك بالناس الإيجابيين اللي بيشجعوا. أنا الحمد لله رب العالمين يعني كل المحيطين في 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 بحياتي بكندا كلهم ناس إيجابيين ومحفزين ورائعين جدا يعني بدون شك يعني ثاني شيء إنه حط يعني هدف أو حلم وامشي عليه مش بس أنا أحلم زي حلم الليل أحلم في خلاص راح الحلم لا في حلم في خطة في هدف تمام. بتعرف كل واحد بيعرف نقاط قوته اعرف نقاط قوتك أنت عارف إيش بدك برضو هذا بيسهل عملية اندماجك عملية بحثك داخل الذات بدايتك من الصفر إذا أنت ما بدك تشتغل بنفس الحقل اللي أنت كنت تشتغل فيه اعرف ذاتك. ويا ما في أمثلة مش بس أنا يا ما في المجتمع العربي عندنا هون بكندا مئات السيدات والسادة اللي بدوا من الصفر وحققوا يعني نجاح رائع في إنهم غيروا كل الشغل اللي هم كانوا يشتغلوا في بلدهم أو بأي منطقة جايين منها وأسسوا شغل وأسسوا حياة ونموذج يحتذى به. فإحنا كمان هذا النموذج موجود لابد النظر إلى يعني النماذج الإيجابية ولا يعني نلتفت كثيرا إلى هذه الطاقات يعني أو الذبذبات الحقيقة السلبية التي نعم. تبث يعني من بعض الناس يثبطون الهمم ويعني دائما والله يعني أشفق عليهم. أنا أشفق على فئة الناس اللي دائما في حالة أنه أنا لا أستطيع
والناس كمان لازم توقف وزي كمان هي ما تستطعش يعني أنا أجذب الناس كلها إلي أكون أنا في مكاني وبديش حدا إذا حدا تقدم لا أشده معي لورا للأسف أنا أشفق على هاي الفكرة يعني لأنه يعني لازم يتحركوا بصراحة هذا ما يطلق عليه الإسقاط السيكولوجي يعني هي فكرة إنه أنا دائما أبحث عن كبش فداء أنا لا يمكن أن أعترف أن العيب مني فيعني أنا أعرف جيدا أنه الطعام موجود كل ما علي أن أمد يدي ولكن أنا قد يكون عندي كسل في أن أمد يدي وخوف وتردد ويمكن لا 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 هذا طعام غير جيد أو هذا طعام مسمم أو يمكن حد يضربني على إيدي إذا مدت إيدي بالضبط. يعني في مخاوف يعني. كتير وهذا شيء يعني كبشر إحنا شيء طبيعي ومشروع بس إذا بدك تضل فما تواجه مخاوفك ما رح تتقدم بدون أدنى شك هو الإنسان عدو ما يجهل ولهذا نحن نكره الظلام لأننا لا نعرف ليس لأننا لا نرى ولكن لا نعرف ما الشيء المحيط بنا يعني تجربة أخرى أنت خطي ومارغة في نواحي كثيرة هي تجربة التطوع ومفهوم التطوع يعني كان ولا زال للأسف حتى الآن بالنسبة للجاليات العربية أو المجتمعات العربية هو مفهوم غريب يعني أو مفهوم حتى إن كان معروف معنى كلمة التطوع ولكن هو شيء نادر جدا يعني أن تقوم بعمل وتعطي وقت بلا مقابل مادي يعني هذا يقابل باستغراب شديد جدا تعطي وقتك ومجهودك بدون أي مقابل ما الذي تستفيده يعني فهلك أن تلقي الضوء على تجربتك نعم مع التطوع أنا بدأت سردت شوي منها معك بمنتصف الحلقة تمام اللي أنا كيف رحت وعلى المدارس وعرضت وبادرت بإني تمام. أنا بقرأ قصص للأطفال وتلقيت كل الترحيب والحماس عملية التطوع هي يعني لا عشان يكون الكل عنده فكرة هي أسهل طريقة وأسرع طريقة للاندماج يعني أنت ما عندك شغل أول يعني أنا بداية يعني أنا وصلت كندا أولادي داوموا المدرسة أنا بديت بالتطوع تمام. لأنه إذا كل يعني أنا مثلا عارفة نفسي إذا ضليت راح أتعب نفسيا بالبيت وزي ما قلت يضل الواحد إيده على خده ويستنى الفرص لا مش هتيجي الفرص لحالها فهو نوع من الاندماج نوع من يعني تعبير عن الذات لأني أنا اخترت الإشي اللي بحبه التطوع هون عادة معظم التطوع هو يعني بتلاقي شيء بدهم حدا محتاجين لشيء بإيفنت معين بمدارس فأنت بتروح للتطوع في حالتي أنا لا أنا اللي عملت البادرة وعملت أنا اخترت اللي أنا بدي أتطوع فيه أنت طوعت التطوع يعني يعني أنا اخترت وأنا عملت شيء بحبه فكانت يعني أول شيء الصبح بتغسل وشك بتحس إنه أنت رايح تعمل شيء عندك هدف شيء عن رسالة في الحياة يعني. طبعا بتشوف أولاد أطفال بيعطوك طاقة حلوة وإيجابية بتشوف معلمين بتشوف كمان شيء أهم من كل هذا كله إنه أنت بتفهم البلد أكتر بتعرف سيستم البلد بتعرف الأمور كيف تمشي من أهل البلد اللي هم عايشين من زمان يعني مش زي ما قلت واحد جاي يقول لك لا أو ده بيخوف ما تعملش هيك لا أنت بتشوف كافة المجتمعات بالمدرسة المدرسة عالم صغير وطن مصغر فبدأت بهاي الرحلة تاعت قراءة القصة وبعدين زي ما حكينا هذا البرنامج صار عندي نوع من الرغبة بالعمل التطوعي أكتر لأنه هذا بالنهاية المشروع أوكي كم مدرسة حتناديني وخلاص وحينتهي فصرت أعمل بحث مين في ممكن يعني يغدي هذا الشيء اللي بحبه أنا فوجدت منظمة اسمها MBC هي تعنى بتنظيم عملية التطوع في منطقة بيل سيساغا برامتن كاليدن فرحت والله لموعد ولا شيء هم حتى ذهلوا بجرئتي فقابلت المديرة كانت هنا بميسيساغا فرع ميسيساغا وحكت لها فهي فهمت مني أنا إيش بحب فكان بدورهم إن هم صاروا يزودوني بالمجالات اللي أنا بحبها في التطوع فيها وهم يسكروا يعني كانوا حلقة ربط بيني وبين المؤسسة اللي بحاجة لتطوع تمام فتسهيل العملية بشكل يعني رائع
بعد سنوات اختاروني لأكون يعني أعمل خطاب للمجتمع حتى أحفزهم على عملية التطوع وكيف إنه يعني أنا قصة ناجحة. في كنت أيامها نيوكمر لسه قادمة جديدة. بعد هيك صار عندهم بدهم يعملوا يختاروا سفير لهالمنظمة أو عدة سفراء، فأنا كنت واحدة من هالسفراء وما زلت سفيرة MBC منظمة MBC للعمل التطوعي. من وعي الناس أو يعني معظم الناس واعين بالعمل التطوعي بكندا، لكن منشجعهم لأنه هي عملية التطوع مسهلة وميسرة. إنه أنت بس احكي لي مثلا أنت أستاذ محمد إيش المجالات اللي بتحبها، بتحب الموسيقى، بتحب مثلا الإذاعة، في مرات إيفنت بالإذاعة أو بإيفنت موسيقي بدهم متطوعين، فأنا ببعث لك إنه أستاذ محمد في المكان الفلاني بالوقت الفلاني، وأنت على طول بتروح وبتكون الأمور جاهزة لإلك. وبنفس الشيء بنروح نعمل للهاي سكول برزنتيشنز، بفهمهم انه انا ممكن اوصلكم للمؤسسات سوري او للمجالات اللي انتم بتحبوها. ممتاز ممتاز. فيعني شيء عظيم، شيء يعني ويعتبر في وقت قياسي، يعني في وقت قصير جدا وانت ما زلت مهاجره جديده، ولكن اتيحت لك هذه الفرصه واصبحت ايضا سفيره لهذه المؤسسه. نعم. يعني هذا شيء في مجتمعات أخرى فترات طويلة جدا أو نعم. يعني ولكن هنا في كندا إذا كانت عندك الإمكانية نعم. وكنت مخلصة فعلا في نعم. الأمر وكانت عندك القدرة والموهبة ستطلع يعني الأبواب مفتوحة، ولكن مفتوحة. كل ما عليك أن تطرقي الأبواب، يعني لن يقوم أحد بطرق الأبواب عوضا عنك. بالضبط. وما حدا كمان في شغلة، ما حدا رح يساعد حدا. يعني أنا ممكن أحكي لك اعتمدت على نفسي. مش لأنه الناس ما تساعدك، لا، لأنه الناس ما تعرف. يعني هي مش موضوع أنه أنا سألت فلان وما ساعدنيش، لا، أنت بدك تعتمد على حالك، تعرف شو بدك، تحدد الهدف وتبحث. الكندا هون تعتمد على البحث وعملية التطوع كمان، عشان أنا ما أنسى، في كندا هي شيء محترم جدا ويقدر، ويا ما عندي شهادات تقدير وتأخذ أيضا إنها experience خبرة طبعاً. في كندا يعني طبعاً. أنا اشتغلت من خبرتي بالتطوع ولم أحصل، عشان أكون صادقة، على أي شهادة بكندا إلا التطوع هو اللي دعمني في شغلي. تمام. كشغل. فأكيد دائما البداية أي قادم جديد إلى كندا من مجتمعنا العربي يبدأ بالتطوع، ويبدأ بشيء بسيط بمدارس أولاده. المدارس دائما في حاجة لمتطوعين، أهالي متطوعين، فهي تبدأ بـ 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 بالأهالي يعني سوري تبدأ بالمدارس، وممكن أنت من المدارس تفتح لك أبواب وأبواب إذا أنت نويت. تمام. وأنت عملتي هنا في مجال برضو يعني قريب من يعني المدارس. نعم. موظفة في بيل مع السبيشال نيدز. بالضبط. يعني فهذا يعني هذا فتح لك أبواب جديد أنك تتعاملي مع أصحاب الاحتياجات الخاصة. نعم. ويعني هناك المجالات، يعني الميدان كبير جدا جدا جدا، ميدان المجالات، ولكن أنت أخذت دائما زمام المبادرة. نعم. وهنا فعلا كما أشرت أنه هنا التطوع يؤخذ على محمل الجد جده. في بعض الدول المتطوع يعني ينظر عليه أنه شخص غريب، يعني هل أنت حقا تعني ما تقول، سوف تعطيه من وقتك ومجهودك بلا مقابل، أهلا وسهلا بك، ولكن هنا يعني تكون هناك مقابلة لا صارمة، وهناك طابور طويل عريض من الناس اللي بدها يعني هو جزء من الثقافة الكندية ومن المجتمع الكندي. التطوع جزء لا يتجزأ من الإنسانية، من نظرتك إلى نفسك. وقائم التطوع يعني الناس المتطوعين لا يستهان بهم. تمام. يعني كندا قائمة، معظم الأشياء قائمة على المتطوعين إذا بدنا. دون شك دون شك. وهنا بكندا الأمر يعني أنت زي ما بحكوا سفير نفسك. كيف سفير نفسك؟ عملك، إمكاناتك زي ما حكيت، وإيمانك بنفسك هو اللي بيقدمك، هو اللي بيفتح لك الأبواب، هو اللي بيلفت الناس إليك، وليس شيء آخر أبدا. ولا يمكن لأحد أن يساعد أحد إذا ما هو ما عنده الإمكانات
ولا عنده الـ 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 القدرة للقيام بأي شيء هو حابب. وهو ما صحي يعني، لا مجتمع لا يعتمد على الواسطة وعلى المعارف وعلى يعني للأسف يعني. أنت سفير نفسك، أنت عندك شيء متمكن من اللي بتعمله، خلص أنت حصلت دون شك وتكرمت يعني لا يستطيع أحد أن يعطيك ما لا تستحقيه وما أبداً. أنت أهلا له أبداً كمجتمعات أخرى، لأن هذا يمكن. مجتمع مذال بكر ونقي يعني. لا يمكن تأخذ مكان مش مكانك، لا يمكن. تمام. طيب يعني على المستوى الشخصي، يعني لو تحدثنا عن فوائد التطوع، لأنه يعني في ناس يعني هذه مضيعة للوقت، أو أنا كتير يعني. أو أنا أعتبر يعني هذا استغلال، أو أنا يعني سذاجة. تماماً سذاجة كبيرة جداً، أو أنا يعني عامل بلا أجر، أو أنا عامل رخيص، يعني هذا استغلال لوقتي ومجهودي. يعني ما الذي استفدتي يعني على المستوى الشخصي؟ حابة تشوف شو استفدت؟ ياريت أورجيك الكتب. ياريت رح أورجيك ياهما. هاي اللي استفدت، تفضل حضرتك. يعني لو يعني هي لو مش كتب. أنا ساهمت مع ميسيساغا راكترز جروب في كتابتها مختارات أدبية، كل مرة في موضوع يعني معين وإحنا بنكتب عنه، ونجد اسم لينا أبابا وهذا مع ببليشر اللي دار النشر اللي عملت لي كتابي. ساهمت كمان في كتابة معهم بمختارات أدبية جديدة عن الماضي والحاضر. هذا كل الناس هدول عرفتهم وأنا في رحلتي بعملية التطوع. ونجد اسم لينا هنا أيضا يعني، وكلها الحقيقة كتب قيمة جدا ومحترمة جدا يعني. وأنا كل الفخر أني أنا العربية الوحيدة مع هذه المجموعات الكتاب في كندا. هذا شيء عظيم جدا. وإحنا كعرب دائما عندنا شيء نقدمه، ودائما عندنا ثقافة، عندنا حضارة لازم نبرزها بشيء جميل. هذا يعني ولسه في كمان كتب، شيء مميز جدا، كتاب جديد كمان طبعا يعني مميز جدا منك. فلما يسأل عمل لك التطوع باختصار يعني، عمل لي كتب، عمل لي كيان، استفاد على المستوى الإنساني يعني. أنا طبعاً تغذية للروح يعني، الحياة مش بس أكل وشرب ويعني حلو، بس تمام. في حاجات للروح لازم تغذى، وأنا ما بحكي بس يعني في عن الكتابة أو عن القراءة، في ناس مجالات تانية بتغذي روحها فيها. في ناس يعني بتحب مثلا المجال الرياضي، في ناس بتحب المجال الطهي، في مجالات. لكن برجع وبحكي، اعرف نقاط قوتك بتصير هدفك ومسعاك وسعيك اسهل، تعرف وين تروح. فانا كل سعي لهذا الكتاب، وانا اسعى لكتاب الاطفال، هذا هذول قبل كتاب الاطفال، وانا في طريقي لحلمي، هاي كلها الابواب انفتحت لي لاكون جزء من ميسيساغا رايترز جروب، وأكون عضو معهم وأساهم في طبعات أدبية متنوعة في كندا. يعني نظرنا إلى مثلا يعني غلاف هذا الكتاب، يعني هذا الكتاب World First Celebrating Who We Are، يعني وكأنه الاحتفال الدولي فعلا بالتنوع، ونحتفل بمن نحن. ولو نظرنا إلى الأيادي المتشابكة، وإذا نظرنا إلى خلفية الكتاب، نجد كل أسماء المشاركين، التعاون، العمل الجماعي وليس الأنا. نعم. ليس الأنا. نعم. لوجود الأنا السائدة. هذا الكتاب أيضا، The Earth We Love، الأرض التي نحبها، الأرض التي تقلنا جميعا، كلنا نمشي على نفس الأرض وتحت نفس السماء ونتنفس نفس الهواء. نعم.
أيضا العمل الجماعي، وهي قيمة عظيمة جدا 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 للأسف نفتقدها. يعني Then and Now وهو كتاب فيه مجموعة من الأشعار والقصص، وأيضا مجموعة كبيرة من الكتاب مشاركين. يعني لم يقل أحد يعني أنا هذا كتابي. لا هذا مش تماماً. كتابي لا هذا كتابنا كلنا. ولماذا لا يكون اسمي أنا أولا وأس... لا 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 لا, لا, لا أبدا أبدا إطلاقا يعني أبدا. روح الفريق معنا دائما، يعني الاحتفال بالحياة وبالشباب. يعني حتى الاسم مسيساغا رايترز جروب مش باسم حد معين، مجموعة هو العمل الجماعي، وهي قيمة عظيمة جدا 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 مفتقدة للأسف في الكثير من الجاليات. ولا عفوا، وهذا كمان يعتبر يندرج تحت العمل التطوعي، لأني أنا لما أكتب باسم هاي المجموعة تمام. لا أخذ ولا سنت تمام. ابدا ما فيش اي مردود مادي، فهذا كمان يندرج تحت اسم العمل التطوعي. انت بتساهم في مخترات ادبيه تنتمي لهاي المدينه، لكتاب هاي المدينه. انا بالنسبه لي شيء رائع. مش صح انه هو ما في مردود مادي، لكن في مردود معنوي وتطور. احنا في كل محاضره وكل لقاء بيجينا كتاب كبار كنديين بيعطونا محاضرات، بنتطور، بنعمل ورش عمل، كل هذا في فائدة. أي نعم أنا أتطوع وأكتب معهم، لكن بالمقابل أنا يعني المردود النفسي والمعنوي تكبرين نفسي، يعني هو نضج نفسي ونضج عقلي ونضج إنساني البعد عن أي نوع من أنواع العنصرية أو التحزب أو الرأي الجامد الواحد أبداً. لا أقبل الآخر، ويعني وأنا فقط، ويعني ولا يعني عمل جماعي، كلنا يعني روح الفريق الواحد ومنتطور. يعني أنا هلأ كتير تطورت في الكتابة عن أول. تمام التفكير، الإمكانات، أصبح عندك بعد وثراء ثقافي كثير، وأكيد يعني أصبح عندك منظور دولي الآن الحمد لله. نعم. أكثر من منظور محدود في الأردن فقط أو منظور عربي فقط. نعم. ولكن منظور واسع. نعم. واسع على كل الثقافات، بعيدا عن أي تحزب أو بعيدا عن أي شيء. نعم. أكيد. يعني الحوار معك الحقيقة يعني ثري جدا وخصب جدا الحقيقة، وهذا واقع يعني، وأعتقد أنه السادة المشاهدين شعروا بنفس الشيء. يعني أخيرا وليس آخرا، يعني لو من نصيحة تودي أن توجهها للجالية العربية تحديدا هنا في كندا وللجدد منهم على وجه الخصوص، بحكي لهم يعني أول شيء أنا أردنية الأصل، اندماجي بالمجتمع لم يلغيني ولم يلغي جذوري ولم يلغي جذور أبنائي، على العكس من ذلك. الاندماج أفادنا جدا جدا، فادنا على كل المستويات. أنا بطلب منكم أنه لا تنعزلوا، اندمجوا، اطرقوا الأبواب، البرامج متاحة للجميع. كندا بلدنا، يعني هذا وطن، ولما أنت تشعر أنه هذا وطنك مهمتك بتكون أسهل، سواء بأنك تطور نفسك أو سواء أنه أنت تطور أبنائك. فقط اعتزل العزلة واندمج. تمام. ما تخافوا، لأنه الخوف شيء طبيعي، بس حتى تخلص من خوفك واجه. يعني هذه نصيحتي، وإن شاء الله يعني تكون الحياة، يعني ما في حياة وما في يعني ما في تجربة جديدة محفوفة زي ما بيحكوا بالورود. لا تخافوا من الفشل، لأنه هو جزء من هالرحلة. وأنا عربية وأنا أحب كل العرب، وأنا منكم، وكلنا يعني جزء من كعرب، جزء من هالبلد، والبلد بحبنا، والبلد بده
ويانا، وإحنا جزء من هالفسيفساء الجميلة. وشكرا لاستماعكم. لا شكرا، شكرا لك جدا. يعني وهي طبعا يعني تأكيد على ما قلته آنفا، يعني فكرة لابد أن يعني نقلع عن الانكفاء على الذات وأن نسمع صدى صوتنا يوميا، يعني علينا أن نفتح على الآخر وأن نتحدث معه باللغة التي يفهمها. نعم، سواء اللغة الصوتية، سواء اللغة الإنجليزية مثلا والفرنسية، والأهم من ذلك اللغة العقلية. نعم، أن نفهم كيف يفكر الآخر ونعطيه لغة يستطيع أن يتعامل معه. أكيد. وأيضا العمل الجماعي كثير بيسهل العمل الجماعي. بدون شك يعني كاليد يعني عندنا الإبهام، السبابة الوسطى، الخنصر، البنصر، 5 أصابع. نعم. وهي ليست كبعضها البعض بدون أدنى شك. أكيد. الاختلاف، لو تخيلنا أن اليد عبارة عن 5 أصابع إبهام، هل يمكن أن تؤدي أي عمل؟ مستحيل. أكيد لا. مستحيل. نعم. يعني هناك حكمة شديدة وهامة جدا في اختلاف وتنوع هذه الأصابع، ليست شكلا واحدا وليست نمطا واحدا، فالاختلاف هو لا يجب أن يكون أبدا سببا للخلاف، ولكن للتعاون. كل واحد منا عنده هدف، عنده قيمة، عنده مردود كبير يمكن أن يعطيه المجتمع. لازم يشعر قيمتك. لا يستطيع أحد في العالم غيره أن يعطي هذا الدور. نعم. فبالتالي يكون هناك تكامل. يعني دعنا من فكرة التمايز، إنه يعني دائما إنه أنا الأفضل. لا، أنا الأفضل. فكرة الضحية هاي للأسف أبدا. ومن القائد، من الزعيم، من أبداً يعني أبدا. نحن يعني الأجمل نكون فريق واحد. إحنا بدون شك. إحنا منشكل هاي اللوحة الموجودة في كندا، هذا التمازج الجميل، التنوع. يعني إحنا عنا قيمة. يعني أنا كعربي إلي قيمة، أنا أشعر بقيمتي. يعني إذا أنا ما شعرت بقيمة نفسي، كيف بدي أقنع اللي أمامي إني أنا إلي قيمة؟ بدون شك. إحنا عنا قيمة عالية وعنا شيء كبير وكثير نقدمه للمجتمع، فلازم نتحرك، لازم نخلص من هالعزلة ونندمج مع المجتمع الكندي أكثر من ذلك. بدون شك. يعني للمرة الثانية والثالثة بشكرك جدا على العفو. شكرا لكم اللفتة الجميلة. يعني أنا يعني عملي مع الكنديين واندماجي معهم شيء جميل، لكن لما يجيني دعوة من 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 ناسي من 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 العرب، هذا شيء دائما يقع، يعني بيعمل وقع بنفسي شيء يعني أجمل. وهو صدقني هذا واجب علينا جميعا. يعني هذا واجب علينا جميعا. وصلتوني يعني أنا أصلا مش صدقيني، هذا واجب علينا جميعا. يعني المفروض أنه ندعم بعضنا البعض، ولا يكون زمار الحي لا يطرب. بالعكس يعني لابد أن يكون أول من يساندكم الناس ناسي وأهلي. يعني فعلا أنا سعيد أن ندعم بعضنا البعض، وبدلا من أن يعني يعزف كل واحد منا عزفا منفردا. نعم. لماذا لا نجتمع سواء ونعزف سيمفونية؟ نعم. نكون فرقة. نعم. يعني لماذا كل شخص يعني منفرد بذاته، وكل يبحث عن الزعامة والقيادة مثل ما يعني رأينا في هذه الكتب والأسماء المكتوبة على هذه الكتب من خلفيات مختلفة. هذا اسمه تنوع. تمام. رجال ونساء. طيب يعني أليس من الأولى أن تكون داخل الجالية الواحدة لمشتركين؟ جميل هيك. نعم. تماما. ياريت. يعني أنت أن يكون البطل هو العمل، أن يكون البطل هي الجالية، ليس بالشرط سين أو صاد أو عين من الناس. يعني نتمنى أن مش حكر على حدا النجاح أو العمل. تمام. هو لا حكر على شخص معين. وفي النهاية كلنا نكبر مع بعض. مع بعض. يعني نعم. كلنا عبارة عن كشفات ضوء على بعضنا البعض. نعم. أنا أعطيك الضوء وأنت تعطيني الضوء أيضا. نعم. بدلا من أن نخفي، يعني أن نحاول أن نخفي أضواء بعض. تماما. نعم. تماما. نعم. تماما. يعني مرة أخرى الكاتبة لينا الهبهبة شرفتينا وسعدنا بوجودك معنا، ويعني أعتقد أن السادة المشاهدين والمستمعين وجدوا أن هذه
يعني كانت حلقة ثرية، وهو نموذج هام جدا لكل القادمين الجدد، ونتمنى أن يؤخذ هذا على محمل الجد من الجالية العربية المالية المالية حقيقة بالكثير من المواهب. هناك الكثير من المواهب والقدرات، ولكن تحتاج أن ندعم بعضنا البعض وأن نأخذ زمام المبادرة. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكر حضرتكم كالمعتاد، يعني أنتم أكرم مستضيفين لنا أسبوعيا. نشكركم جدا على وعد بلقاء الأسبوع بنفس الموعد يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 7، وأيضا لا ننسى موعدنا مع برنامج سبكترا برنامج اللغة الإنجليزية يوم الخميس القادم في تمام الساعة 7. دمتم في أمان الله وتصبحون على خير. مع السلامة. في أمان الله. مع السلامة. باي.